بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مرحبا بكم طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الملتحقين ببرنامج التعليم عن بعد في مقرر مادة مهارات قيادية وإدارية في جلستنا الثانية والتي ستتناول مهارة إدارة الذات. في الحقيقة أن هذا الموضوع يعتبر من أهم المواضيع على الإطلاق. لماذا يكتسب هذه الأهمية؟ لأنه كما يقول أرسطو، أن تعرف نفسك هي بداية الحكمة. فمعرفة الذات ومعرفة النفس هي في الحقيقة أول طريق للنجاح في الحياة. نجاحك في إدارة ذاتك وبراعتك في التعامل مع نفسك بواقعية ومنهجية هو بداية النجاح في الحياة. والفشل في إدارة الذات هو طريق الفشل في الحياة، سواء كان على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي. فالحقيقة هذا البرنامج أو هذا الموضوع موضوع ذو شجون وموضوع غاية في الأهمية، موضوع حيوي جدا، لأنه يتعامل مع أهم ما يملك الإنسان على الإطلاق في هذه الحياة وهو ذاته. نسعى جميعا دائما إلى أن نحدث تغييرات على مستوانا الجمعي، على مستوانا البيئي، على مستوانا المحيط، ولا نتوجه في ذات الوقت إلى إحداث التغيير الحقيقي في ذواتنا. ماذا تفعل الذوات المرتعشة في أن تحقق النجاح؟ الذوات الانهزامية في أنها تحقق طريق وسبيل النجاح في الحياة. فالإنسان هو عبارة عن تصور لذاته، ولذلك الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يعني ذكر هذه الحقيقة، قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وفي آية أخرى يقول كل نفسها، يعني في أنه يذكر فيها أنه الإنسان على نفسه أيش بصيرة. فالإنسان على نفسه بصيرة. ولذلك نعتبر أن الحياة الإنسانية دائما هي نتاج فكر الإنسان. صاحب ما خليك تتكلم لازم هل يمكن طبعا أن يغلق الميكروفونات؟ الله يعطيك العافية، وحبذا يا جماعة لو يتم التركيز في هذا الموضوع، لأنه كما ذكرنا أنه موضوع مهم، الآن جماعة ما هذا وإن شاء الله أن يعني نجعله موضوع تفاعلي. كما ذكرنا أن الحياة الإنسانية تعتبر هي نتاج لفكر الإنسان، لمدركاته، لأيضا لمعرفته. فهذه المدركات الفكرية للإنسان هي المحرك الرئيسي للأفعال. ولذلك دائما يقول الإنسان هو ابن أفكاره. فالأفكار دائما هي التي تتحول إلى معتقدات، وهذه المعتقدات دائما تتحول إلى إيش؟ إلى أفعال وإلى سلوك. ولذلك عندما نريد أن نغير في سلوكياتنا، الأصل أن نذهب إلى أفكارنا في البداية، ونعمل عملية بناء فكري جديد وقناعات، ونخلق قناعات حقيقية في النفس وفي الذات من أجل بقائها في يعني في استمراريتها في التعديل والتغيير والتطوير. ولذلك نستطيع أن نقول أن المفتاح الحقيقي لتحقيق النجاح هو عملية التغيير، ليست بتغيير سلوكياتنا، لكن أيضا بتغيير الصورة العالقة في أذهاننا التي من خلالها يتمكن سلوكنا من أن يتبنى صور أو صورة أخرى جديدة. هذه الصورة الذهنية الجديدة هي التي تخلق لنا سلوكيات جديدة. ولذلك هذا الموضوع نعتبره من أهم الموضوعات، وسنبحر في هذه الساعات أو الدقائق في موضوع إدارة أو مهارة إدارة الذات.
في الحقيقة في هذا الموضوع سنتكلم عن مفهوم الذات، مفهوم إدارة الذات، سنتطرق أيضا إلى أهمية إدارة الذات، وأيضا ما هي مراحل إدارة الذات ومعوقات إدارة الذات. إذا هذا كما ذكرت، مسألة الذات هي مسألة جوهرية نحتاج فيها أن نفهم ذواتنا، وقبل أن نفهم الآخرين، وقبل أن نفهم ما حولنا، وقبل أن نفهم أصدقائنا، وقبل أن نفهم يعني المدركات الخارجية، لابد أن نرحل رحلة عميقة صادقة في ذواتنا. ولذلك يعرف مفهوم الذات على أنها فكرة الفرد عن نفسه. ما هي الصورة التي يكونها عن نفسه بنفسه من خلال ما تتسم به من صفات وقدرات جسمية وعقلية وانفعالية، بالإضافة إلى القيم والمعايير الاجتماعية التي ينتمي إليها. إذن ما هي الذات؟ ذاتك عندما يسألك الإنسان ما هي الذات؟ الذات ما هي فكرتك عن نفسك؟ ما هي تصوراتك التي تتصورها عن ذاتك؟ ما هي الصفات وما هي القدرات الجسمية والعقلية والانفعالية؟ وما هي القيم التي تتبناها؟ وما هي المعايير الاجتماعية التي تشكل وعيك وتشكل فكرك وتشكل سلوكك؟ فإذا دائما كما ذكرت، الإنسان يعني لماذا نعتبر هذا الموضوع من أصعب المواضيع؟ لأنه يحتاج منا صدق مع النفس، الوقوف مع الذات فعلا من أعقد الأشياء في حياة الإنسان. إن الإنسان يقف مع ذاته ويحاول أن يفهم ذاته ويحاول أن يدير هذه الذات. فإدارة الذات بقدر ما هو موضوع يعني يعتبر موضوع مركب، ربما يكون موضوع نستطيع أن نقول عليه تحدي، يخلق تحدي، لكن هو مسألة ضرورية جدا أن الإنسان يواجه ذاته ويواجه نفسه ويعمل على أنه كيف يدير هذه الذات. هل هي مهارة؟ نعم هي مهارة، يمكن أن يتعلمها الإنسان، يمكن أن يداوم عليها الإنسان، يمكن أن يجتهد فيها الإنسان. ولذلك دائما كما يقال في تغيير العادات، أو حتى ابن القيم كان يعرف العادة، يقول تبدأ العادة سخيفة ثم تصبح مألوفة ثم تنتهي معبودة. يعني شوف التسلسل هذا، يقول أنه العادات دائما عندما تتكون وتتخلق تبدو سخيفة، لكن بعد أن يعني يمر عليها الوقت تصبح إيش؟ تصبح شيء مألوف، وبعد أن تتكون تكون شيء مألوف، يصبح الإنسان عبد لهذه إيش؟ لهذه العادة. ولذلك موضوع تغيير العادات وموضوع إدارة الذات يعني هو فعلا أجرني، يعني هي رحلة، ليست في جلسة واحدة أو في قرار واحد أو في مقام واحد يمكن الإنسان أن يغير ذاته. ولذلك دائما كانوا حتى الفقهاء عندما يتكلمون عن مسألة التغيير للذات، يقول أحد التابعين يقول سقت نفسي إلى الله وهي تبكي حتى سقتها إليه وهي تضحك. يعني المسألة إن تحتاج منك مداومة، تحتاج منك مجاهدة، تحتاج منك مصابرة، تحتاج منك نوع من الجلد، ونوع من التعب، ونوع من الإحساس بأهمية هذا التعديل وهذا التغيير الذي تقوده، حتى توصل هذا الشيء إلى مرحلة الطمأنينة أو مرحلة الارتياح أو مرحلة الممارسة المألوفة، أن يصبح هذه الممارسة ممارسة مألوفة وممارسة محبوبة وممارسة ينطلق فيها الإنسان من كونها كانت تحدي ومن كونها كانت شيء صعب إلى أن تكون ممارسة مألوفة وسهلة، ويمكن التعاطي معها وتصبح لصيقة بالإنسان. وكما ذكرت لكم
في مثالنا مع ابن القيم عندما قال العادات تبدو سخيفة، يعني شوف لاحظ مثلا واحد لما يتكلم عن سواء كانت عادة سلبية أو عادة إيجابية، أو إذا ضربنا مثال يعني لو قلنا في العادات السلبية مثلا يعني في التدخين، المسألة تبدو إيش لما يقول واحد تبدو سخيفة، يعني just try أول مرة، يعني ها يقول لك just try why we don't do it one time، اعملها مرة واحدة just for fun، يعني يعني مسألة فيها نوع من المرح وفيها نوع من التجريب وفيها نوع من الكذا. فالعادة تبدأ سخيفة، يعني إنها ممارسة عادية، ممارسة for to make fun to make يعني جو من المرح إذا صح التعبير، إذا كان في حاجة فيها، ثم تتحول إلى إيش؟ تصبح مألوفة، ممارسة مألوفة، ثم تصبح معبودة، يعني ترجع تقول له يا أخي اقلع عن التدخين، لا أنا ما أستطيع، أنا هذا الشيء حاولت فيه الكثير وما أستطيع الآن أن أتجنبه، وما أستطيع الآن أن يعني أن أخرج من هذه الدائرة اللي أدخلت نفسي فيها. فإذا تصبح الأشياء عادات، وتصبح بعد ذلك إيش؟ معبودات. والقيم أو ما نسميها العادة الصحيحة، مثلا عادة قراءة الكتب، أعرف كثير من الناس بدأوا بقراءة الكتب، يعني القصص هذه قصص الخيال العلمي أو القصص الأخرى اللي متعلقة بالجريمة أو ما إلى ذلك، في البداية just for fun يعني، وبعد ذلك أصبحت القراءة شيء مألوف بالنسبة لهم، وأصبحت فيما بعد أنها جزء من إيش؟ من ممارساتهم الحياتية اليومية التي لا يمكن أن تفارقهم. فالمسألة تحتاج مننا فعلا أنه كيف في هذه يعني الجلسة نتعرف كيف يمكن أن نفهم ذواتنا، كيف ممكن أن نكتسب مهارة إدارة الذات. وأعتقد أنه إن شاء الله هاي هاي طيب ندخل في مفهوم إدارة الذات. احنا عرفنا إيش في الذات، الآن نتكلم عن إدارة الذات، كيف ماذا نعني أو ماذا نقصد بإدارة الذات؟ نقصد بإدارة الذات إنها مجموعة من الأساليب التي يستخدمها الفرد في إنه يوجه القدرات حقه، يوجه الأفكار، يوجه إمكانياته، يوجه مشاعره، يوجه ميوله نحو أهداف يصبو إلى تحقيقها. إذن أنت عندك أساليب، ما هي الأساليب اللي يمكن أن تستخدمها؟ في إنك توجه قدراتك، في إنك توجه أفكارك، في أنك توجه مهاراتك، في أنك توجه مشاعرك، في أنك توجه ميولك، في أنك توجه حتى الرغبات الموجودة عندك، أن تخلق اتجاهات، أن توجه إمكانياتك وطاقتك نحو أهدافك التي تصبو إلى تحقيقها. إذن هذه نقطة في غاية الأهمية، سنتعرف على هذه الأساليب وعلى هذه المهارات التي يمكن عن طريقها وبواسطتها ومن خلالها أنك تستطيع أنك توجه هذه القدرات، توجه هذه الأفكار، أو توجد هذه الأفكار، أنك تعمل على إطلاق هذه الإمكانيات الخاصة بك والطاقات الموجودة عندك إلى أنك تحقق أهدافك التي تصبو إليها إن شاء الله. طيب، هل هناك أهمية لإدارة الذات؟ هذا السؤال، هل في أهمية لإدارة الذات؟ أقصد هذا السؤال يجب أن يسأله الإنسان لنفسه، هل هناك أهمية لإدارة ذاتي؟ أعتقد أنه السؤال هو أبو الأسئلة إذا صح التعبير، هو محور الأسئلة، أنه الإنسان لابد أن يعرف لماذا إدارة الذات مهمة، لماذا لابد أن أدير ذاتي، لماذا يجب أن أدير ذاتي؟ لأنه مسار حياتك وقدراتك وما يحدد مسارك في النجاح والتميز هو إيش؟ قدرتك على إدارة ذاتك. إذا أدرت ذاتك استطعت أن تدير وتوفر وقت يمكن أن تستثمره في، وكما يقال دائما الوقت هو رأس مال، الوقت هو الحياة، تستطيع أن تستثمره فيما ينفعك وفيما يحقق طموحاتك وفيما يحقق أهدافك وفيما يحقق تطلعاتك وفيما يحقق آمالك المستقبلية. أيضا
عندما نتكلم عن التغيير وننشد التغيير ونسعى نحو التغيير، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الأسري، على مستوى المستوى الجمعي، أو على مستوى المنظمات أو على مستوى المؤسسات، فإن المحور الرئيسي في هذا، المدخل الرئيسي لهذا التغيير، هو التغيير على المستوى الفردي. فإذا بعض الناس يتكلم كثيرا عن تغيير التغيير التغيير التغيير، تغيير المجتمعات وتغيير الحال وتغيير الكذا، وينسى أن يتوجه إلى أصل التغيير، وهو التغيير على المستوى الفردي. قال يعني كما كان يقول شاعر أحد الشعراء في هذا الجانب: أتنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت إيش عظيم. يعني أنه بعض الأحيان واحد ينتقد الأشياء من حوله ويطالب بقيادة تغيير على مستوى الآخرين وعلى مستوى كذا، لكنه يغفل عن أهم تغيير لابد أن يحدثه، وهو التغيير على المستوى الفردي. إذن في هذا سنتعرف ما هي مراحل إدارة الذات، كيف نستطيع أن ندير ذواتنا. أول واحدة من المراحل أنك لابد أن تعرف وأن تدرك ذاتك، وهذه نقطة مهمة جدا. لا يمكن الإنسان أن يفسر الأشياء من غير أن يدركها، لا يمكن للإنسان أن يتصور الأشياء من غير أن يعرفها. ولذلك كما ذكرنا في بداية، أنه معرفة النفس هو بداية الحكمة، أنه أن تعرف دائما. ولذلك يقال أن الحكمة والمعرفة هما إيش؟ هما رفيقان. فالإنسان من أجل أن يكون حكيما لابد أن يكون إيش؟ ذا معرفة. فالمعرفة نقطة غاية في الأهمية، أن تدرك وتعرف ذاتك. ولا يمكن أن يعرف ذاتك أو أن يدرك ذاتك مثلك أنت بنفسك. يعني الآخرين يمكن أن يساعدوك في أنه يعني تحدث تغيير على المستوى، على المستوى النفسي أو على المستوى الذاتي، لكن لا أحد يعرف نفسك مثل نفسك، وهذه غاية في الأهمية. قد تظهر للآخرين شيئا لكن ما تكنه في نفسك شيئا آخر. لا أحد يعرف بقدراتك مثل إيش؟ مثل نفسك. تمام. والنقطة الثانية الثقة بالذات، وسنعرف كيف يمكن أن تتخلق هذه الثقة، كيف الإنسان أن يزرع هذه الثقة، كيف الإنسان أن يكتسب هذه الثقة، كيف يمكن للإنسان أيضا أن يكون مفهوم الثقة، أن يثق بذاته. تمام. الأمر الآخر وهو تحفيز الذات، كيف يمكن، how to motivate myself، كيف أنا أحفز ذاتي، كيف أستطيع أنه أخلق محفزات داخلية ومحفزات خارجية من أجل أن تكون هذه المحفزات عونا لي ودافعا لي في الاستمرارية في إدارة إيش؟ في إدارة ذاتي وإحداث التغيير على المستوى الفردي. الرابعة وهي تنمية وتطوير الذات. وعندما نتكلم عن التنمية والتطوير، لأنه الإنسان عملية التطوير والتنمية هي عملية مستمرة، عملية مستمرة لا يمكن أن تتوقف في لحظة معينة. واضح؟ فالتعلم كما نقول أو التنمية والتطوير هي عملية مستمرة، لا يمكن أن تصل إلى نقطة وتوقف. الإنسان عندما يصل إلى نقطة ويوقف، معناه قد حكم على نفسه بإيش؟ بالانتهاء. ولذلك دائما الذات والتطوير والتنمية يعني هي مفاهيم يجب أن ترافق الإنسان طيلة حياته. تمام. وسنتعرف كيف يمكن أن ننمي ونطور ذواتنا. أيضا الأمر الأخير هو أن نقيم ونتابع هذه الذات. تمام. مسألة التقييم والمتابعة، فعملية التقييم والمتابعة كما يقال في الإدارة، أن المتابعة هي العمود الفقري للعمليات الإدارية، وأيضا المتابعة والتقييم لذواتنا تعتبر من العمليات الرئيسية والأساسية في إنجاح وفي قدرتنا على إدارة إيش؟ على إدارة ذواتنا. إذن سنتعرف في النقطة الأولى على المحور الأول، وهو تعريف إدراك ومعرفة الذات. كيف، ماذا نعني بإدراك ومعرفة الذات؟ يقصد بهذه المرحلة أنه الوعي،
بما للفرد من مشاعر وقدرات وإمكانيات وحاجات ودوافع. أنت في إنك تدرك وتعرف ذاتك، إنك تعي، يعني أن يكون عندك وعي رئيسي عن مشاعرك، عن قدراتك، عن إمكانياتك، عن حاجاتك، عن دوافعك. تمام، هذا الوعي يعني كيف يمكن الإنسان أن يطوره، كيف الإنسان يمكن أن يسعى إلى أنه يعرف هذا الشيء. هذا يحتاج من الإنسان الوقوف كثيرا مع إيش، مع نفسه، ليتعرف عليها، يعني رحلة مع الذات. وإن شاء الله في يعني سنتعرف على مثل هذه الأدوات التي يمكن أن تجعلنا ندرك إيش ذواتنا. طيب، ما هي متطلبات إدراك ومعرفة الذات؟ في مرحلة إدراك الذات، واحدة من أهم الصفات التي لابد أن يتحلها بها الإنسان الصادق الذي يعني عزم على أن يحدث التغيير في ذاته وأن يدير ذاته، هو مسألة الصدق والوقوف بجدية في مسألة التحليل. تمام، يعني هذا التحليل ما فيش عليه نجاح ورسوب، يعني النجاح والرسوب اللي يمكن، لكن هذا عليه يعني مش حد حيصحح لك هذا الامتحان، هذا يتوقف عليه نجاحك في حياتك أنت. ولذلك لابد أن تكون صادق، والصدق مع النفس هو أول الطريق في التصحيح وفي التعديل. لكن إذا لم يكن هناك صدق، فالمسألة يعني حتكون فيها نوع من المغالطة، وفيها نوع من يعني عدم يعني المصداقية، إذا صح التعبير. ما فيش مصداقية في إيش، في التحليل، وفي ومعناه ما فيش مصداقية في العزم وفي تصحيح النية في إحداث تغيير على مستوى الذات أو على مستوى النفس. ولذلك يعني مثلا من التحليلات كان بعض العادات، يعني يقولوا لها في تحليل بعض العادات، سأعطي مثال فقط. كان لدينا بعض الأحيان في شباب عندهم يعني يتحلى، ربما يتحلى بالصفات أو عنده صفات نوعا ما فيها نوع من الإزعاج، يعني في بعض الصفات يعني تنافي العمل الجماعي أو تنافي الحياة الاجتماعية، إذا صح التعبير. واحدة منها مثلا الغضب، يعني لو أخذنا مفهوم الغضب مثلا أو صفة الغضب، كيف يمكن واحد أن إنه يعمل على تعديلها أو تصحيحها أو التخلي منها؟ في عند ابن تيمية مفهوم عجيب، وهو يسمى مفهوم التحلية والتخلية، أو التخلية والتحلية. مفهوم التخلية والتحلية يعني كيف يمكن أن تتخلى عن هذا الشيء وتتحلى بالشيء الآخر. وهذا مفهوم جميل، يعني حتى علماء النفس يتكلمون عن هذا الموضوع. يعني لاحظ معي، يسموه اختبار المكاسب والخسائر. يعني مثلا لو تكلمنا عن موضوع الغضب مثلا، طيب تعال، إذا عرفت ذاتك مثلا وقلت أنا والله إنسان فيني غضب، أتفاعل سريعا وأغضب سريعا، فأغضب على أحب الناس إلي وأقرب الناس إلي، أغضب على أصدقائي، أغضب على يعني على الناس اللي هم معلمي أو كذا أو ما إلى ذلك. فهنا إذا أقريت بهذه الصفة أنها موجودة فيك، فهذه أول مرحلة من الصدق، أو أول مرحلة من إدارة ذاتك، أنك حللت هذا السلوك ووقفت مع ذاتك وأدركت أنه موجود فيك هذه الصفة. طيب الآن كيف يمكن أننا أتخلى عن هذه الصفة؟ أول حاجة تكتب الخسائر، ترصد ما هي الخسائر. يعني إيش معنى الخسائر؟ تجلس مع نفسك هكذا وتكتب اتصافي بهذه الصفة، صفة الغضب، أورثتني خسائر، وتذكر هذه الخسائر. واحد مثلا يوم من الأيام يعني أغضبت والدتي وأحزنتها، يوم من الأيام جعلت أبي يعني يعيش يعني
حزين لأني أنا تصرفت بطريقة فيها نوع من الغضب، هذا خسارة، خسرت أقرب الأصدقاء إلي لأني كنت سريع يعني التفاعل والكذا والكذا، فخسرت صديق، خسرت والله يعني من ضمن الخسائر أنه قدمت على عمل أو كذا فالناس عرفوا أنني إنسان سريع الغضب فما قبلونيش، والله تقدمت لخطبة فلانة أو كذا فأهلها عرفوا أنه أنا عندي شخصية غضوبة وبنفقد أعصابي وبنخرج كلام مش كويس في لحظات معينة ففقدت هذه. فإذا مجمل الخسائر هذه لابد أن تكتبها. العقل عندما يشعر أن هناك خسائر تبدأ يعني ما نسميه خلق وعي داخلي عند الإنسان أنه نتيجة هذا السلوك الموجود فيني أنا خسرت خسائر كثيرة، خسائر فادحة، خسرت على الجانب النفسي، خسرت على الجانب الاجتماعي، خسرت حتى على الجانب الوظيفي، لأنه مثلا بعض الأحيان صفة الغضب مثلا إحنا عندنا في العمل يعني عندما تجد شخصية غضوبة ما تستطيعش تكلفه هذا بإدارة فريق، أو ما تستطيعش تكلفه حتى بإدارة أن تمنحه عمل قيادي. ليش؟ تقول هذا الإنسان سريع الانفعال، ينفعل سريعا ويعني وما عندوش قدرة على التحكم على ذاته، وممكن يغضب في لحظة معينة وتحدث نتائج غير مرغوبة. ولذلك دائما كما يقال أن الغضب ريح تهب فتطفئ نور القلب، الغضب دائما هكذا يعني ريح تهب سريعا هكذا فتطفئ نور القلب. فتأتي تكتب هذه الخسائر، أيضا كتبت الخسائر تأتي تقرأ عن الغضب وما هي مسبباته وما هي آثاره، وتتخلق عندك قناعات. إذا تخلقت عندك قناعات فكرية وتخلقت عندك قناعات مرتبطة بالخسارة، يعني قناعات مرتبطة بالمادية إذا صح التعبير. فتتكون هذه الخسائر يعني الجوانب المادية اللي مرتبطة قلت بالعلاقات، يعني إذا اعتبرناها يعني جوانب مادية، هي العلاقات أيضا تعتبر كما يقال الأخلاق هي رزق، كما يقال ليس الرزق فقط المال ولكن الأخلاق تعتبر إيش؟ تعتبر رزق. فهذه تكونت عندك أول حاجة الخلفية الثقافية، الخلفية المعرفية، إنه قرأت عن الغضب وسبب الغضب ومسبباته ونتائجه وآثاره وكذا وكذا، بدأت تتخلق عندك اتيتيود أو اتجاه، أصبحت نفسك تكره هذه الصفة، تكرهها، وقد أسردت جميع الخسائر المادية التي نتجت عن هذه الصفة. بعدين تكتب المكاسب، إيش المكاسب؟ يعني ما عكس الغضب؟ عكس الغضب هو الحلم. طيب إذا كنت اتصفت بهذا الحلم، ما هي المكاسب الذي أنا سأكسبها؟ سأكسب واحدة من الأشياء إنه رضا الوالدين، إنه دائما عندما أبي يأتي يوجه لي توجيه أو والدتي أو كذا أتقبله بصدر رحب، إذا انفعلوا أمامي أنا ما أبادل شيء انفعال بانفعال، أتقبلها يعني بنوع من الرضا وبقناعة عالية وبتقدير وباحترام وبتبجيل لهما في كذا، فينقلب غضبهم علي رضا ودعاء وكذا وكذا. يعني هذا مكسب عظيم أن الإنسان يكسب إيش؟ رضا الوالدين، لأن رضا الله معلق برضا الوالدين. وبعدين الأصدقاء في الصداقات، خاصة الأصدقاء المقربون، تشوف أنه يقول لك هذا الأخ ما شاء الله، يعني دائما بعض الأحيان أنا أتذكر مرة في موقف معين وإلى اليوم يعني حصل، يعني في أول مراحل العمل يعني قبل 20 سنة، يعني حصل أنه كلفت أحدهم في بعمل معين وبعدين ما قامش بالعمل شوي على المستوى المطلوب، فحدث نوع من الانفعال، فهو قابلني بصورة يعني راقية جدا جدا، أظهر ضعفي أمامه، ومن تلك اللحظة إلى اليوم ما نسيت هذا الموقف يعني منه، وأكبرته
يعني ويجعلك في لحظة معينة فعلا تقرر أنه أنت إيش الفرق بينك وبين هذا الشخص، يعني كيف أنت تصرفت بهذه الطريقة وهو كيف تصرف بهذا الرقي وبهذا الأدب، وكيف استطاع أنه يمتص هذه لحظة الانفعال اللي أنت بديتها ولليوم. وبعد ما كملنا يعني إلى اليوم أذكر هذا الموقف. تقدير الاصدقاء، حجم التقدير اللي أنا حملته لهذا الشخص، حجم الإجلال وحجم يعني الاحترام اللي تملكني، وحجم كذا لشخصه، شيء عظيم، بل زرع فيني انه اننا هذه القناعه انه الانسان، ما اجمل الانسان ان يكون، ان يتحلى بصفات مثل صفه الحلم، وان لا يكون ايش؟ لا يكون غضوبا. تمام؟ فاذا المكاسب هذه تكتبها على المستوى الفردي. حتى يعني واحده من الخسائر في الغضب اني تاتي في لحظات حتى على المستوى الصحي، بتاثر على المستوى الصحي. ليش بتجي بعض الاحيان اللي بيقول لك الانسان بعضهم بيجي بيصاب بالسكر ولا بالضغط ولا بال يعني بجوانب معينه او كذا، نتيجه هذا التصرف انه يتصرف بغضب او يكون عنده هذا السلوك، يعني حاجه ملازمه له. في المقابل اذا كان هذا النوع من الرضا ونوع من الحكمه ونوع من الحلم، يعني يشعر انه عنده قدرة على السيطرة على ذاته، عنده قدرة على السيطرة على انفعالاته، عنده قدرة على كسب الآخرين، وعلى حتى يعني إحداث التغيير فيهم. فإذا أنت تكتب المكاسب، سواء المكاسب على المستوى المادي أو المكاسب على المستوى الشخصي، سواء كانت اجتماعية أو صحية أو كذا أو مادية أو وظيفية أو ما إلى ذلك. فإذا تكون الآن عندك خارطة كاملة عن صفة معينة تريد أن تديرها بفاعلية، وتريد أن تتخلص منها، وتريد أن تحدد موقف قوي وموقف حازم وموقف صارم وموقف صادق نحو هذه الصفة. فتكونت عندك العقلية المعرفية أو الخلفية المعرفية والخلفية التصورات، تكونت عندك التصورات إن قرأت عن هذا الموضوع وكذا وكذا، أيضا تخلقت عندك التصورات المرتبطة بجوانب المكاسب والخسائر. بدأت الآن تبني اتجاه معين نحو هذه الصفة، تكونت عندك كراهية لهذه الصفة. شوف في فرق الآن، كنت أنت تتصرف بهذا التصرف تغضب وتشعر أن الآخرين هم الغلطانين، تشعر أن الآخرين هم اللي يوصلوك إلى هذه الدرجة، تشعر أن الآخرين استفزوك، تشعر أن الآخرين يعني كانوا هم سبب في 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 انك توصل الى هذه المرحله. كان البليم يعني اللوم دائما تطلقه على الاخرين، لكن الان انتقلت الى انك تحدد موقف جاد وموقف حازم وموقف صريح وموقف صادق امام هذه الصفه، وانه هذه الصفه لا يمكن ان استمر معها لانها ستسبب لي خسائر. والانسان دائما كما يقال يعني حساس الى مساله الخسائر، حساس لمستوى يعني لهذه المستويات من يعني من المكاسب والخسائر. فإذا تكون عندك هذا الشيء، الآن تكون عندك ما نسميه بالاتجاه نحو كراهية هذه الصفات. فلو ما تكره هذا الشيء، أنا لا أعتقد أنك يمكن أن تمارسه. فتبدأ الإنسان يبدأ أنه يتحكم في انفعالاته، يتحكم مع قليلا. ولذلك كما يقال يعني العادات لما تتكون أو الطبائع، قال الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. يعني الإنسان لما يجي يكون حلم يتعلم التحلم، كيف يحلم على الآخرين، والصبر يعرف كيف يكون صابرا، يتصبر في البداية، يتصبر حتى تصبح عنده سجية وعنده إيش، وعنده حكمة يعني. وبعد ذلك يربطها بإيش؟ يربطها بالأجر من الله سبحانه وتعالى. فإذا الثنائية هذه إنه أيضا يربطها بالأجر. ولذلك كما يقال إنه في تربط بالله سبحانه وتعالى من أجل أن تكون خالصة لله. يعني مش إننا لما في موقف انفعالي مع أبي ولا في موقف انفعالي مع أمي أعملها بس من أجل إنه أنا يلا قد صبرت عليهم، لا مش هكذا. يعني فيها نوع من الارتباط النفسي إنه هؤلاء يعني أفضل المخلوقات إليك،
وأيضا فيها أنها أمر إلهي، وأنك مأجور أمام هذه الصفة، أنك بتمارسها بأجر وتبتغي فيها مرضات الله. فإذا بتحيط نفسك بمعززات كثيرة، المعززات الذاتية والمعززات الخارجية من عند الله سبحانه وتعالى، في أنه هو الريورد، يعني هو الذي سيكافئك على هذه الخصلة أو على هذا العمل أو على هذا السلوك. ولذلك دائما قالوا، حتى الإسلام عندما جاء كان العرب عندهم عادات جميلة، يعني وخصال حميدة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول قال: والله لو دعوني إليه لأجبتهم، وهم على يعني على الشرك، لكن كان هذا الحلف قام على نصرة المظلوم، وعلى أنه يعني إغاثة الملهوف، وعلى كذا قيم يعني في ذاتها، يعني قيم عظيمة وقيم سامية. فقال: لو دعوني له لأجبتهم إليه. فالإسلام عندما جاء، هو جاء يربط هذه القيم أو العادات أو كذا بشيئين، ربطهم بالمنهج اللي هو بالقرآن الكريم أو بالوحي، ربطها بالوحي من أجل أن تكون الممارسة ممارسة صائبة، وربطها بالله سبحانه وتعالى من أجل أن تكون الممارسة، أو من أجل أن تكون إيش، خالصة. فإذا هي مربوطة باتجاهين، باتجاه الوحي من أجل أن تكون صائبة، وباتجاه الله سبحانه وتعالى من أجل أن تكون خالصة. فهي ارتباطين ثنائيين، ارتباط بالوحي من أجل هذه الممارسة، كما قلنا الشجاعة هي يعني خصلة بين التهور والجبن. والشجاعة كانت في السابق توصل إلى المهالك، مسألة التهور. فإذا الإسلام جاء يوضح، ربطها بالوحي، ما معنى أن تكون شجاعا؟ ليس الشجاع بالصرعة ولا الشديد عند الغضب، ولكن من أمسك نفسه أيش عند الغضب. فالمسألة ربطت بالوحي من أجل أن تكون الممارسة ممارسة صائبة، وربطت بالله سبحانه وتعالى من أجل أن تكون أيش، تكون خالصة. إذا يعني مدركات أن تعرف ذاتك، كما ذكرنا واحدة من الخصال، يعني كمثال أن تعرف ذاتك، أنت أقدر الناس، أقدر أن تعرف إيش، أن تعرف ذاتك. طيب، عندنا نقطة أخرى، وهي متطلبات إدراك ومعرفة الذات. واحدة منها ما نسميه تحديد الصورة الكلية للذات. ما الذي تراه في نفسك؟ هذا السؤال لابد أن تقف مع ذاتك ومع نفسك تسأله: ما الذي تراه في نفسك؟ ما هي الصفات الجسدية التي أن تشعر أنها صفات، تكتبها هكذا، ما هي الصفات الجسدية التي يعني أتميز بها، يعني تمام؟ ما هي الأدوار والعلاقات الاجتماعية؟ ما هي سمات السلوك الشخصي؟ كما ذكرنا واحدة من السمات السلوك الشخصي، مثلا أنا شخصية ودودة، أنا شخصية أتميز بالصبر، أنا شخصية أتميز بالحماس، أنا شخصية متفائلة، أنا شخصية عندي مرونة، عندي قبول، تقبل للآخرين. ما هي سمات السلوك الشخصي تبعك أنت، سواء كانت إيجابية أو سلبية؟ اكتبها بكل صراحة، يعني اعمل خانة بالسمات السلوكية الإيجابية وبالسمات السلوكية إيش، السلبية، تمام؟ ما هي المعتقدات العقائدية عندك؟ ما هي الاهتمامات والطموحات؟ فهذه النقاط يعني بتعتبر ذات أهمية، لأنه إيش؟ إنه يكون عندك معرفة بذاتك. يعني مثلا لما نقول إحنا الأدوار والعلاقات الاجتماعية، هل أنت إنسان محبوب لدى أسرتك؟ هل أنت إنسان محبوب لدى أصدقائك؟ هل أنت إنسان محبوب لدى الدائرة الاجتماعية الأكبر؟ أو لا قدر الله أنا إنسان يعني غير مرغوب فيني في الأسرة، أو غير مرغوب فيني، هل هذا فعلا صحيح؟ لأنه بعض الأحيان ما يسموه بالسلف ستيم، يعني تقدير الذات، سلف ستيم يعني بيكون تقديرنا لذواتنا بعض الأحيان تقدير سلبي، أو ما يكونش عندنا نوع من التقدير الإيجابي لذواتنا، فنشعر بعض الأحيان أننا مبغوضون، وأننا يعني أن لا نح يعني ليس لدينا قبول لدى الآخرين. فهذه لابد أن تسأل نفسك أول حاجة. خلينا أول قبلها اسأل نفسك، يعني ما هي العلاقات الاجتماعية؟ أنا لنفسك أنت، هل تعتبر نفسك شخص مرغوب؟ من هل أنت شخص يعني
يحب الناس أن يكونوا صداقة معك، هل أنت فهذه الأدوار والعلاقات الاجتماعية تبينها مثلا. السمات السلوكية الشخصية حقك كما ذكرنا، أنا متواضع مثلا، أنا صادق، أنا إنسان يعني أتحلى بالصبر، أنا إنسان أتحلى بالشجاعة، أنا إنسان أتحلى بالكرم، أنا إنسان أتحلى بالإيثار، أنا عندي نوع من الإنسان يتحلى بالتضحية، أنا إنسان يعني. ما هي السمات السلوكية لشخصيتك؟ أو في المقابل، هل أنت، لذلك لابد واحد يسأل نفسه يعني في السلوك الشخصي، هل فيك نزعة تكبر؟ والتكبر يعني في مفهوم، لذلك لابد قبل حتى تدخل في هذه الغوص في التحليل هذا، لابد أن تعرف أيضا ماذا نعني مثلا بالكبر. الكبر كما يعرف أنه غمط الحق، أنه أنت تغمط الحق. يعني إيش تغمط الحق؟ يعني تنكر الحق، يعني وهذا نوع من الكبر. يعني كيف تغمط الحق؟ لو ما تعرف أن هذا شيء حق وأنه شيء صحيح، وأنت يعني تثبت بكل الدلائل أنه هذا شيء غير صحيح، وأنه هذا تغمط أي حاجة فيها حق وفيها صدق. فإذا هذا نوع من التكبر، هذا يعني. فهل أنت من هذا الأشخاص اللي يغمط الحق؟ فهذا نوع من الكبر يعني. إذا لذلك كان حتى الإمام الشافعي يقول: والله إني أحب أن يظهر الحق على لسان خصمي. يعني شوف، بعض الأحيان الإنسان إذا هو مع خصم آخر، والخصم الآخر نطق بالحقيقة أو أعطى حقيقة أو قال حقيقة أو قال صدقا، نظرا للخصومة هذه الإنسان يكابر، الإنسان يرفض، الإنسان يعاند، الإنسان تمام. فهذا هو ما نسميه بالكبر. ولذلك لابد الإنسان حتى من أجل أن يكون عنده قدرة أيضا على تحليل السلوكيات الشخصية، لابد أن يكون أيضا عنده اطلاع ولو بسيط نحو هذه المفاهيم، علشان يعرف هو الكبر. بعض الناس يعرف الكبر على أساس أنه نوع من إذا صح التعبير بالصنعاني، النخيط، يعني يكون عنده نخيط، النخطة يعني في التعبير الصنعاني. لكن نقول هذه صورة من الصور، لكن الصورة الأشمل أنه فعلا في نوع من غمط الحق. هذه الصورة الأشمل، هل أنت عندك هذه الصفة؟ فأنت تبدأ، ما هي سماتك السلوكية؟ أيضا معتقداتك العقائدية، اللي نقول أنا شخصية روحانية، أنا شخصية عندي بعد رباني، أنا شخصية يعني صلتي بالله سبحانه وتعالى قوية، تمام. وفي بعض في المقابل يكون الإنسان صريح مع نفسه، هل المستوى الروحاني عندي مستوى عالي؟ هل المستوى العبادي عندي مستوى عالي؟ هل المستوى الإيماني عندي مستوى عالي؟ أو إنه موضوع الإيمانيات هذه عندي ما هيش ذات أولوية؟ لأنه لماذا إحنا نتكلم عن الإيمانيات؟ الإيمانيات يا شباب هي واحدة من مولدات الطاقة، الإيمان. لأن الإنسان، ولذلك لاحظوا كل البشر في لحظة معينة، في لحظة الضعف الإنساني، يبحثون عن قوة خارقة، عن قوة خارجية، يشعر أن هذه القوة الخارجية يمكن أن تساعده، ويمكن أن تسانده، ويمكن أن تقف معه، ويمكن أن يعتمد عليها. ولذلك دائما حتى الإنسان القديم، يعني حتى يعني أي إنسان عنده هذا الفقر أو الافتقار. ولذلك في آية كريمة، في إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وهذا الافتقار يعني مفهوم واسع جدا، إن الإنسان عنده الافتقار إلى النصر، والافتقار إلى التوفيق، والافتقار إلى التسديد، والافتقار إلى النصح، والافتقار إلى يعني في جوانب مختلفة جدا، إلى الطمأنينة، الافتقار. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن أصحاب الكهف قال لهم: فأووا إلى الكهف. يعني إيش رأوا إلى الكهف؟ قال: تجد الرحمة فيه. يعني إذا في كهف ويوجد الإنسان فيه الرحمة،
فهنا لأنه احتياج الإنسان إلى التوفيق، وحاجة الإنسان إلى التسديد، حاجة الإنسان يعني لقوة خارجية، هذه المعتقدات بتجعل الإنسان قوي ثابت. موسى عليه السلام لما وصل إلى البحر ما إيش قال بعد في الأخير؟ قال إن معي ربي سيهدين. فالشعور الدائم إن هناك، إن الله سبحانه وتعالى قال لا تحزن إن الله معنا، هذه القوة الخارقة، القوة التي يستند الإنسان إليها. ولاحظوا اليوم هذه الأيام في يعني الصور التي تشوفوها في غزة اليوم، يعني عندما تجد الأب اللي يعني تمحى أسرته تماما، بالله عليكم يعني هذه من الخوارق يا أخوة، والله من الأشياء الخارقة تماما، إنه الإنسان لما يشوف أسرته أو يشوف ابنه أو بنته الذي يعني إيش نقول أغلى شيء لدى الإنسان، ها، فيشوفه أمام عينه يعني تباد أسرته تماما، وفي الأخير يقول معلش من أجل الله ومن أجل الله ومن أجل الوطن ومن أجل المقدسات. يعني حاجة عجيبة جدا. بعض الأحيان إذا ما عندش الإنسان هذه المعتقدات العقائدية وهذه المرجعية الربانية وهذا الشعور بالارتباط الإلهي وبالقوة الله سبحانه وتعالى وبمعية الله سبحانه وتعالى، سينهار، سيصاب بانهيار نفسي، سيصاب بأزمة نفسية لا يمكن أن يتعافى منها، سيصاب بالجنون، سيصاب بالإحباط، سيصاب بأمراض لا يمكن أن تعد وتحصى. لكن إنه يوصل لهذا الحد ويقول يعني معلش، يعني أنت بتلاحظوا هذا البعد. ولذلك الجانب الروحي والجانب العبادي والجانب الإيماني هو يعتبر من مولدات الطاقة، مولدات الطاقة التي الإنسان عندما يشعر نفسه ضعيف يشعر أن لديه القوي، وعندما يشعر نفسه بالانكسار يشعر أنه مع الله سبحانه وتعالى، وعندما يشعر أني يعني لجأت من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا رب، رجعت يعني من ضعفي إلى قوتك، هذا الشعور الدائم بالمعية الإلهية يعني شيء عجيب. إذن إحنا تكلمنا عن هذه القضايا أو المحاور الرئيسية، أن إحنا يعني نشوف هذه المحاور الرئيسية اللي قلنا الأدوار والعلاقات الاجتماعية، سمات السلوك الشخصي، الصفات الجسدية. يعني بعض الأحيان أنت نفسك كصفات جسدية، أنا رياضي، أنا إيش يسموهم الشباب الآن فت، يعني جسمي يعني أوكي، أنا والله بشعر نفسي شعوري حول ذاتي إن أنا والله سمين أو إن أنا يعني كذا، ما هي الصفات الجسدية عندك يعني؟ تمام، فتكتبها. طيب طباعاتك نحوها، تقديرك لها أنه إيجابي ولا سلبي، هذا لابد أنك إيش تقف مع نفسك ومع ذاتك، ووقفة جادة ووقفة صادقة في هذه المحاور كلها، وتعمل على إيش، على يعني إيش نقول إحنا، على المعرفة الرئيسية والأساسية في تعريفك لذاتك. طيب ندخل في النقطة الأخرى اللي هي احنا وصلنا لعند، اللهم صل، معذره انا النقطه الثانيه اللي هي قلنا نحدد الصوره الكليه للذات، تمام، ما الذي تراه في نفسك. النقطه الثانيه تقدير الذات، ماذا نعني بحاجه اسمها تقدير الذات؟ تقدير الذات يعني تقييمك لذاتك، اما انه بطريقه ايجابيه ولا بطريقه سلبيه، وهذا يعني يؤدي الى انه مدى إيمانك بنفسك وشعورك بكفاءة ذاتك وبقيمتها. ولذلك يقولوا في نوعين عندنا من تقدير الذات، واحد ما نسميه تقدير الذات المرتفع، وفي ما نسميه بتقدير الذات المتدني. تقدير الذات المرتفع وهو يتمثل بنظرتنا الإيجابية تجاه ذواتنا. في كثير من الناس يمتلك هذا النوع من التقدير الذاتي، وهذا التقدير الذاتي بيخلق عند الإنسان ثقة حول ما يمتلكه من قدرات، ما يمتلكه من يتقبل أيضا ذاته، يكون عنده سلام داخلي، ما يكونش عنده نوع من القلق
تمام، حول تقييمات الآخرين بالنسبة له، تمام، شخصية دائما تكون إيجابية، شخصية متفائلة، عنده توقعاته بتكون توقعات يعني فيها نوع من الإيجابية نحو مستقبله. هذا التقدير ما نسميه التقدير الذات المرتفع، تمام. فأنت عندما تقدر ذاتك وتخلق نوع من الإيجابية نحو ذاتك، هذا نقطة في غاية الأهمية. يعني بعض الأحيان قد نكون في طفولتنا تعرضنا لما نسميه، ممكن أسميه لمحق الذات. محق الذات يعني إيش؟ بعض الأحيان يجي يقول لك أنت شخصية ضعيفة، أنت شخصية ما تفهمش، أنت شخصية، خاصة في المدرسة مثلاً، أو خاصة في الأسرة، أو نوع من التنمر إذا صح التعبير، نوع من التنمر اللفظي أو التنمر الجسدي. نقول، خلينا نقول بالتنمر اللفظي اللي بيخلق يعني نوع من التشوهات النفسية حول ونظرتنا لأنفسنا في البيت. يا ممكن يعني يتكرر النداء من قبل الأب، أنت يا فاشل، وهذاك الأم ممكن تدي كلمتين ثلاث وما يعرفوش بأثرها النفسي علينا، المدرس هذا إنسان فاشل، أنت إنسان ما تفهمش، أنت إنسان كذا، أنت إنسان كذا. فتتخلق عند الإنسان يعني مع كثرة التردد، ترديد مثل هذه الكلمات ومثل هذه يعني الريفلكشن اللي نسميه، أو ما نسميه بالانعكاسات اللي بتيجي لنا من الآراء الآخرين، بتحدث عندنا جروح في الذات، في جدار الذات. فهذه الجروح قد تنشأ معنا وتستمر وتخلق عندنا نوع من التقدير السلبي أو المتدني لذواتنا، تمام. كيف يمكن واحد أن يعني يخرج من هذه الإشكالية؟ أنا أتذكر مرة ابني كان في درس الكيمياء، وبعدين بنقول له يا ابني ما لك يعني درجتك في الكيمياء ما كانتش كويسة، يعني إيش رأيك؟ فرد علي رد أنا استغربت منه، قال لي يا أستاذ، يا بابا، الأستاذة قالت لي أنت ما تفهمش. ومؤثرة فيه الكلمة. قلت له وليش يعني، أنت إيش قصدت من هذا الكلمة يعني، خلاص يعني؟ قال لي أيوه، شعرت أنه أنا فعلا ما أفهمش يعني المادة هذه. قلت له لا، الأستاذة هي ما بتقولش أنك أنت يعني عندك مشكلة في الفهم، هي بتوصف موقف، يعني انك في الموقف هذا انت ما فهمتش النقطه، لكن هي ما بتتهمك انت انك ما عندكش قدره على الفهم، انت تفهم، بس هي وصفت موقف. في فرق بين توصيف الموقف وبين انها توصف حالتك كانسان، انك ما تفهمش او انك عندك معوقات عقليه او فكريه، او يعني معوقات لا قدر الله يعني في فهمك. فقلت له المفروض أن تثبت أنه صح، ربما أنت ما فهمش في الموقف هذا، لكن أن تثبت لها أنه أنت تفهم في المواقف الأخرى. فإعادة التعريف لمثل هذه الآراء التي تأتي لنا من الآخرين نقطة في غاية الأهمية، تمام. يعني عندما الإنسان يقول لك يعني الأستاذ أو المعلم أو الدكتور أو الصديق أو الكذا، يا أخي أنت يعني ما تفهمش، أنا هو وصف موقف، لم يوصف يعني كسمة ملازمة لي. ولذلك أنا لما أتذكر لما يقول لي مثلا الأستاذ، والله قال لي إن أنا ما أفهم، هو قال لي لأنه ما أفهم لأنه أنا فعلا قصرت في المذاكرة، لأني ما كتبتش الواجب في وقته، لأني ما سلمتش التكليف في الوقت المناسب، لأني كسلت في أن أنا أكتب واجبي بالطريقة اللي كانت المطلوب أن أنا أعملها، لأنه ما انتبهتش معه في الدرس. شوف، هذه الأسباب التي اطرحها مهمة جدا. في بعض الناس إيش يأخذ المفهوم ويسقطه على نفسه ويبني قناعة عنده ويبني قناعة في ذاته، هذه القناعات تتحول مع الأيام إلى barriers، إلى معيقات، إلى يعني جدر تتخلق في الذات وتعمل عملية مقاومة عنيفة للإنسان،
وتقلل من احترامه لذاته، لكن لا، أنت لابد أن تعز هذه الأشياء إلى الفعل، إلى الموقف. يعني ليش أنا وسمني الأستاذ أو أعطاني هذا الكلمة أو كذا، أو قالت لي ماما كذا أو قال لي بابا كذا؟ مش لأنه أنا ما أفهمش، لكن لأنه أنا قصرت في عملي، لأنه أنا ما أعطيتش الواجب أو التكليف في نفس الوقت، لأنه فعلا أنا ما انتبهتش في الحصة، لأنه أنا فعلا ما ركزتش مع الدرس، لأنه فعلا أنا كنت ألعب مع زميلي في الحصة، لأنه فعلا كنت مشغول بتلفوني. أيوة، لأنه يعني لابد أن توعز هذه القضايا وتكون صريح مع نفسك بالأسباب الحقيقية التي أدت الإنسان أنه أطلق مثل هذا الحكم عليك. واضح؟ ولذلك يا شباب، هذه نقطة مهمة جدا، أنه من أجل أن نحافظ على تقديرنا لذواتنا، ما نأخذش أحكام الآخرين على أنها أحكام ملزمة علينا، لكن نوعزها للمواقف، ونوعزها لجوانب التقصير فينا، وما نحملهاش على أنها يعني أشياء مرتبطة بذواتنا أو مرتبطة بعجزنا الداخلي. ولذلك يعني هذه نقطة في غاية الأهمية. تمام؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى في دعاء عجيب، كان عنده دعاء عجيب، يعني من لوازم الأدعية اللي كان يدعو بها، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ابن القيم عندما جاء شرح هذه يعني الدعاء، كان شرحه عجيب جدا فيه. قال: إن الواردات التي ترد على القلب نوعين، يعني في واردات بترد على القلب، تمام؟ الواردات المرتبطة بالقلب لا نوعين: واردات مرتبطة بالماضي، وواردات مرتبطة بالمستقبل. أما الواردات المرتبطة بالماضي فتورث الحزن، والواردات المرتبطة بالمستقبل تورث الهم. واضح كيف الفكرة؟ يعني شوف، إذا تشتي تحزن الآن، لو قلت لك تشتي تحزن، اسمح لنفسك إنها تتذكر موقف من الماضي كنت فيه حزين، إنه صديقك يعني عمل لك حاجة معينة، إنه خسرت خسارة في الماضي، إنه كان معك موقف محرج في الماضي، معك يعني شيء حصل لك في الماضي. فمجرد أن تتذكر الوارد الذي يرد على القلب مرتبط بالماضي يورث فيك حزنا، تمام؟ وأي واردات مرتبطة بالمستقبل تورث فيك هما: إيش حيكون المستقبل؟ الوظيفة، الزوجة، الزوج، الأولاد، الرزق، البيت، كذا، السيارة، المركز الاجتماعي، المركز العلمي، الكذا الكذا. يعني واردات ترد في المستقبل دائما تورث الأيش؟ تورث الهم. ولذلك هذه النقطة، لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدي هذا الدعاء الدائم؟ لأنه فعلا من الأشياء التي قد تؤثر على النفس، تمام؟ وتؤثر على الذات، وتخلق معيقات عند الإنسان. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، فلذلك الإنسان، وأعوذ بك من العجز والكسل. العجز المرتبط يعني بالأشياء اللي يسميه دائما نقول له الديسيبل، يعني في شيء عجز عند الإنسان، حتى لو كان عنده إمكانيات إنه يعمل، مثل الكسل. الكسل قد يكون عندك القدرة لكنه ملازم لك الكسل، وهو نفس العجز. واضح؟ النتيجة نفسها نفس العجز. ولذلك الشخصيات الكسولة، الشخصيات اللي يعني تتسم بهذه الصفة، لابد انه يعمل لها بدل، انا كان للاسف بدل ما كنت ادي عن الغضب، كان المفروض ادي الخسائر عن الكسل مثلا، كصفة الكسل. يعني يشعر الإنسان فعلا الكسل هذا واحدة من مدمرات الإنسان تماما، اللي تدمر الإنسان، مسألة الكسل. فالشاهد في أشياء لها تأثير فعلا في تقييمنا لذواتنا. شكلي خرج شوية عن الموضوع، لكن ربما هو له ارتباط. طيب، الأمر الآخر: تقدير الذات المتدني. ماذا نعني بتقدير الذات المتدني؟ نظرتنا السلبية تجاه ذواتنا كما ذكرنا. هذا الإنسان اللي بيصاب بهذه النظرة السلبية، ثقته بنفسه تكون ضعيفة،
دائما يقلد الآخرين، يريد أن يكون شخص آخر غير الشخص الذي هو عليه، تمام؟ يشعر أن الآخرين دائما يلمزوه، يشعر أن الآخرين دائما ما يقدروش، يشعر أن الآخرين إذا شاف اثنين بيتكلموا يشعر أنهم بيتكلموا عليه، إذا شعر أنه يعني صاحبه عمل شيء معين يشعر أنه هو المقصود فيه. دائما مسألة الشك عنده دائما عالية جدا، شعوره بأن الآخرين ما يعني إذا صح التعبير يعني دائما عنده نفسية الضحية، تمام إذا صح التعبير، يحمل يعني هذه يعني فيكتم منتلتي، عقلية الضحية، إنه الضحية دائما هكذا، أنا والله سبب هذا، والله السبب أبي، السبب أمي، السبب أخوتي، أنا إنسان ما أدري إيش، دائما عقلية الضحية موجودة عنده بشكل مسيطر عليه. ما هو السبب؟ قالوا الإنسان دائما عنده يسموها الدوافع النفسية، يعني في أشياء التي تعمل عملية دفاع، واحدة منها الإسقاطات، يعني خط الدفاع الأول للإنسان واحد منها الإسقاط. إيش معنى الإسقاط؟ بدل ما يصارح ذاته بحقيقته يعمل عملية إسقاط. إيش السبب؟ والله أنا والله ما نجحش في المادة هذه، والله الدكتور معقد، والله الأسئلة كانت خارج المنهج، والله أنا يعني كنت مدري إيش الكذا، يعني دائما يسقط كل أشياء على الآخرين، تمام؟ فالأب يسقط فشله على زوجته، ولا على أبنائه، والأبناء يسقطوا فشلهم على آبائهم، ويعني الإسقاطات هذه يسميها الإسقاطات. لماذا؟ لأنها حيل دفاعية، هذه يسموها من الحيل الدفاعية، حيل دفاعية، ولذلك الإنسان لابد أن يتجنب هذا الموضوع، حيل الدفاعية هذه تجنبها تماما. الإسقاط لابد أن تقف بصراحة مع نفسك، هل أنا بنسقط هذا الشيء أو كان أنا سبب فيه؟ لابد أن تكون إنسان حازم، وكما ذكرنا أنه معرفة الذات يلازمها الصدق، فما يجيش واحد يسقط. أو الحيل الدفاعية كما ذكرت، اسمعوها هذه، واحدة اسمها الحيل الدفاعية، واحدة منها الإسقاط، تمام؟ واحدة منها الإزاحة. كيف يعني الإزاحة؟ وهي دائما مرتبطة بالأهداف. الإزاحة شفتم دائما لما يكون واحد طفل في الابتدائي تقول له ايش تشتي تكون؟ يقول والله اشتي اكون طيار، والثاني يقول والله اشتي اكون دكتور، والثالث يقول والله اشتي اكون مهندس. تمام، ممتاز. طيب لما تقول انت تشتي تكون دكتور، ولما تشتي تقول انت تكون مهندس، ولما تشتي تكون تقول هذه وظائف يعني او اعمال تحتاج منك مثلا، طبعا كل الوظائف محترمه وكل الانسان يعني ميسر لما خلق له، يعني هذا بلا شك يعني. بس هذه الاشياء، ولا اشتي اكون محامي، ولا اشتي اكون قاضي، ولا اشتي اكون بزنس مان، ولا اشتي اكون اداري ناجح، ولا اشتي اكون خبير، ولا اشتي اكون كذا، ولا اشتي اكون كذا. فهذه الاشياء تحتاج من الانسان اجتهاد، والاجتهاد هذا يحتاج منه انه بذل جهد واستمراريه وعمل متواصل وصبر وسهر، ويعني هذه الأشياء تحتاج منه. بدل من أنه يعني يقوم بعمل هذا، بالعمل المكثف ويبذل الجهد ويبذل الكذا، لا يعني يأخذ الدنيا بالعوافي كما يقال، الدنيا عوافي، وبدل ما يبذل من أجل أن يحقق الطموح اللي يشتيه يقوم يزحزح الهدف. هذه من الحيل الدفاعية، تمام؟ الإزاحة، يقوم يزحزح الهدف، بدل ما يعني يرقى بنفسه إلى الهدف يقوم يزحزح الهدف، بدل ما يكمل الابتدائي يقول والله والله المهندس هذا والله شكلها، والدكتور هذا شكله كثير، يلا خلينا على مهندس، وبعدين يلا على مهندس، شاف اللي يشتي الشغل وكذا، شاف الإعداد قال خلينا ننزل شوية، وينزل ينزل ينزل شوية، لو ما يقول لك خلينا يلا يا أخي نتخارج من الثانوية هذه ونشوف لنا عمل، نفعل لنا بسطة، ولا نعمل لنا أي حاجة، ولا نمشي حالنا. فإذا هذه يسموها الإزاحة من
من الحيل الدفاعية للإنسان بحيث أنه يشعر يغالط نفسه ويشعر بالطمأنينة، تمام؟ فالإزاحة تتجه نحو الأفعال، نحو إزاحة الأهداف، وذلك هذه نقطة مهمة. ومن الحيل الدفاعية كمان مسألة التسويف، أنه إيش سوف، يلا إن شاء الله بس أكمل هذه الكذا، وأنا بس السنة القادمة أنا نويت، أنا منتظر لشهر واحد يناير 2024 أنا هعمل البلان حق ذا نيو يير، أنا عندي أهداف طموحة وعندي يعني استراتيجية جديدة وعندي حماس يعني شديد وكذا وكذا وكذا. يسوف بدأ الأسابيع الأولى، لا خليه بس الشهر الأول هذا إحماء، يعني يبدأ بالإحماء، وبعد الإحماء قال الشهر الثاني بس يعني شوية، والمهم يمشي الربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث، الربع الرابع، ويجي في نهاية الجرد السنوي وما عنده في المخزن ولا شيء. تمام، هذه مشكلة، هذه يسموها التسويف من الحيل الدفاعية. وبعدين يوصل لنهاية السنة يرجع يسوف مرة ثانية، يقول السنة القادمة سيكون كذا وكذا. فإذا هذه القضايا قضايا في غاية الأهمية في مسألة أنه كيف أتجنب الحيل الدفاعية هذه وأوجه نفسي نحو كثير يعني مزيد من المعرفة، مزيد من ال أوكي. المرحلة الثانية ما نسميها بالثقة بالذات. تعرف الثقة بالذات بعدة تعريفات، من أهمها أي شيء قالوا إنها القدرة والجرأة في إنك تنجز أعمالك المطلوبة بالمستوى المطلوب. أنا واثق. كيف تقيس هذه الثقة؟ إنه عندي قدرة إن أنا أنجز عملي بالمستوى المطلوب. والله طلب مني إن أنا تكليف، جيب التكليف هذا على أحسن مستوى وعلى أحسن ستاندرد وعلى أحسن إيش يعني شكل وصورة. إذن أنا عندي هذه القدرة، فتزداد ثقتك بنفسك. ولذلك دائما الإنجازات الصغيرة تبني إنجاز كبير، فدائما ابني هذه الثقة إنه I can do it always always، دائما خلي هذا الشعار I can do it، أنا يمكن أن أعملها. ولذلك حتى قالوا نابليون بونابرت، هذا القائد العسكري الذي قاد الانتصارات لبلده، نابليون يعني أحد ما يسموه من أعظم يعني قادات القادات في التاريخ، كان يقول لهم عندما يجي يقول له واحد يقول له اعمل، يقول له لا أعرف، يقول له تعلم، يعني علاج، ويقول له لا أستطيع، يقول له جرب. فإذا في علاج، ليش تقول لا أستطيع؟ جرب يا أخي. فكان هذه العلاجات اللي بيقدمها، إنه إذا جاء قال له واحد ما أعرف يقول له تعلم، وإذا قال له ما أستطيع يقول له جرب. فإذا الإنسان قبل أن يقول إنه لا يستطيع، يا أخي أعطي نفسك فرصة جرب. فأنت جرب، تعلم دائما، هكذا التجربة والتعلم يعني expose the world، يعني أشعر إنه إنك تتعرف على إيش، على العالم. وأي تجربة تفشل فيها لا تعتبرهاش محطة فشل، ولكن اعتبرها إيش، محطة، واحدة من محطات التعلم. تمام، وذلك دائما احنا نقول يعني عندما يأتي الشاب ويقول للإنسان الكبير، يقول له أنا أسرع منك، فيقول له الكبير لكني أعرف الطريق جيدا. كيف يعني أعرف الطريق جيدا؟ هو يقول له أنا أسرع منك، وأنا أرد عليه وأقول له إيش، أنا أعرف الطريق إيش جيدا. قد السرعة لا تكفي في هذا، صح أن عندك إمكانية السرعة وكذا، لكن قد لا تكفي. لماذا؟ لأنه أنا أعرف الطريق جيدا، قد أنت تسلك طريق وأنت سريع، لكن أنا أعرف طريق مختصر وأمشي إليه. من أين جت لي هذه الخبرة؟ من المواقف الفشل السابقة اللي أنا مريت بها، وما اعتبرتهاش محطة فشل، لكن اعتبرتها محطة تعلم. واضح؟ دائما الإنسان الإيجابي ينظر إلى السقطات التي حصلت في حياته والمحطات التي وربما فشل فيها أو لم يتوفق فيها على أنها إيش، محطات تعلم. واضح؟ ولذلك ما يحبطش أبدا. الإحباط ليس رفيق للشخصية التي تقدر ذاتها. الإنسان المقدر لذاته لا يعرف هذه الأشياء يعني السلبية، لا يعرف للإحباط طريق، لا يعرف للانكسار طريق، لا يعرف للفشل
طريق. قلت لا، الفشل يعتبر ايش؟ معرفة، معرفة جديدة، وتتكون عنده خبرة جديدة، وتتكون عنده مواقف جديدة، تمام؟ أيضا أنه يكون عند الإنسان إيمان بأهدافه، إيمان بقراراته، إيمان بقدراته، إيمان بإمكانياته، إيمان بمهاراته اللي عنده. وهذا يا أخوة الإيمان، بس ما يكونش إيمان زائف. بعض الأحيان، بعض الأحيان واحد يسموها ثقة الجاهل. إيش الثقة الجاهل؟ يعني ذاك شوفوا لما يكون عند الواحد يقول يعني في المثل اللي يقال إنه جادلت عالما فغلبته، وجادلت جاهلا فغلبني. يعني يسموها ثقة الجاهل، يكون عنده يعني العالم والإنسان المسموم يكون عنده تواضع، لأنه يعرف إنه هذا الأمر شيء كبير وفي وراءه كذا وكذا وكذا. والإنسان الجاهل يعرف نقطة بس يجي يجادلك عليها ويشعرك إنه فاهم للعالم كله، تمام؟ فالأصل مش إنه يكون عندنا إيمان، صح؟ إيمان بأهدافنا وبقراراتنا وقدراتنا وإمكانياتنا، مع العلم المستمر إنه الإنسان إيش يتعلم، يكون منفتح، ما يصيبوش ما يصيبوش إيش الغرور أو الكبر. هذا اللي غمط الواحد منهم، عرفه عندنا في الإيش إيش قال اللهم صل على وسلم. أيوه، الكبر هو بطر الحق وغمط الناس. أيوه، إنه تبطر الحق وتغمط الناس حقوقهم. يعني دائما ترى الناس أقل منك، أنت الإنسان الأرقى عرقا، والأرقى يعني نسلا، والأرقى يعني إيش نقول إحنا سلالة، والأرقى 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 كذا، والأرقى علما، والأرقى فهما، والأرقى فكرا، والأرقى والأرقى. هذا يعني نوع من الكبر، لا يمكن الإنسان أن يصادقه أو أن يكون رفيقه. حركات يأتي أيضا بها الشخص الواثق من نفسه، دائما يكون عنده إيجابية حول نفسه، تمام؟ ما يشعرش أنه دائما ضحية، وأنه دائما يعني الناس، أنا حاولت بس الناس دائما تعمل على إفشالي، أنا كذا بس الظروف ما ناسبتنيش، أنا كذا بس يعني ما حصلتش من يدعمني، أنا كذا بس في ناس كسرتني، في كذا في كذا. دائما لا، الشخص الواثق من نفسه دائما يخلق من الظروف، يجعل من كما يقال يصنع من الليمون شرابا حلوا. دائما هكذا يرى في الظلام، في الظلام الشديد يرى نقطة إيش؟ نقطة الضوء، تمام؟ ولذلك دائما عنده الأمل مرتفع، وعنده الإيجابية مرتفعة، وعنده كذا، يعتقد في نفسه بهذا الشكل، ما يقارنش بالآخرين، يقول والله فلان هذا هو نجح لأنه أبوه بدعمه، وعنده السيارة، وعنده المصروف الشهري، وعنده 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 وعنده. يعني أنت تنتظر لما يكون معك هذا كله من أجل أنك تنجح، مش معقول يعني. ولذلك الإنسان لابد أنه يخلق الظروف التي تساعده على النجاح، مش يستسلم للظروف اللي يمكن أن تكسره، ويمكن أنه إيش تصيبه بالإحباط، وتصيبه بالتراجع، وتصيبه بالفشل. ولذلك إحنا اللي نخلق الظروف، تمام؟ نخلق الظروف من أجل الإنجاح، صح؟ هذا بعض الناس يعتبروا هذا الكلام يعني كلام إنشائي. قد يعني في إحنا نعتبر التحدي نوعين، تحدي معجز وتحدي إنتاجي، لكن إحنا في الحقيقة هي واحدة من الثنتين، يا تحكم على نفسك بالانتهاء، أو تحكم على نفسك بالانكسار، أو تحكم على نفسك بالتراجع، أو تحكم على نفسك بالفناء، أو تحكم على نفسك بالاندثار، أو تحكم على نفسك إنك بالدونية، أو تحكم على نفسك إنك يعني بالفشل، أو تحكم على نفسك، أو إنك تقف أمام ذاتك بقوة وعزيمة وإرادة وحزم وتفاؤل وإيجابية، وأن ترى الغد سيكون بشكل أفضل، وأن تعمل على يعني تقوية نقاط قوتك بالشكل المناسب وبحسب الظروف الموجودة، وأن تجرب هذا الأمر وتجرب الأمر الآخر، وأن تستعين دائما بإيش؟ بالله سبحانه وتعالى في إنه إيش؟ يسهل أمورك ويوفقك لعمل الخير.
أوكي طيب، المرحلة الثالثة هي مسألة تحفيز الذات. تحفيز الذات إيش نعمل؟ ما إيش معناها؟ معناها إنه كيف تقوي، كيف تشحذ، كيف تقوي مشاعرك، كيف تلهب هذه المشاعر، كيف دائما تشعر نفسك كلما حصل إن المشاعر هذه تنطفئ، أو مش تنطفئ، تخفت، أنت لابد أنك إيش تقويها. كيف تخلق الأحاسيس الداخلية التي تقودك إلى تحقيق الأهداف؟ كيف إنك دائما يكون الحماس رفيقك، دائما يكون العزيمة والإرادة تكون إيش تكون معك في كل الإنسان دائما. صح، إحنا ما بنقولش إحنا ناس يعني خوارق للعادات، قد يأتي للإنسان لحظة ضعف، قد تأتي للإنسان لحياة لحظات يعني انكسار معينة، لكن لا تدوم. يعني خليك شوية، حسك شوية تجي لك أحاسيس ضعف هكذا شوية، ولا أحاسيس نوعا ما أو مشاعر سلبية، لكن لا تستسلم لها. يعني خليها لوقتها، تعامل معها ها شوية، لكن لابد أنك بعدين تعمل إعادة فرمتة لهذه المشاعر، وتنتبه للسوفت وير. دائما السوفت وير هذا مهم جدا، ما نكتفيش الانسان بالايش بالهارد وير، لابد انه يتحكم بالسوفت وير. السوفت وير هو هذه المشاعر والاحاسيس. انت ابن مشاعرك، انت ابن احاسيسك. قال ماذا يعمل اعدائي بي؟ هذا ابن تيمية كان عجيب، عنده هذا النظرة. قال ماذا يعمل اعدائي بي؟ ان سجنوني فسجني خلوة. يعني شوف كيف الانسان عنده قدرة. الشاهد هنا، يعني بعض الأحيان كنت لما أقرأ يعني بعض العبارات هذه أقول هل فعلا هذا في ناس هكذا يستطيع أنه، ولما شفت الأوضاع اليوم وهذه الأيام في غزة وفي فلسطين، شعرت أنه في ناس بهذا الإصرار، بهذه العزيمة، بهذه شخصيات استثنائية مهما قستها يعني بالمقاييس المعيارية المادية لا يمكن أن تنطبق عليها. واضح؟ فهو يقول بهذا الشكل. قال شوف الأحاسيس الداخلية التي تتخلق فيه. قال ماذا يعمل أعدائي بي؟ إن سجنوني فسجني خلوة. الله الله، يعني أنا مسجون سأختلي وأجعلها خلوة بيني وبين إيش؟ وبين إلهي. ستكون خلوة مع نفسي، مراجعة ذاتية، كذا كذا كذا، خلوة. وإن طردوني أو كذا، قال فنفي سياحة، وإن نفوني فنفي سياحة. يعني والله نفوني خارج البلاد، وأخرجوني من أرضي، وأخرجوني من داري، وخرجوني من أهلي، وأخرجوني من بين أحبابي ومن موطني وبين أصدقائي، فأعتبرها سياحة. خرجت إلى بلاد جديدة، تعرفت على أناس جدد، تعرفت على بيئة جديدة، تعرفت على مدخلات جديدة، على كذا. في الحظ شوف كيف الفرق. يعني ممكن اثنين يسافروا إلى خارج، واحد عنده النظرة السلبية، كل شيء عنده سلبي، وفي واحد شخصية إيجابية ينظر إلى الأشياء بإيجابية. واضح؟ فالإنسان هو ابن ذاته، ابن نفسه، ابن أفكاره، ابن مشاعره، ابن أحاسيسه، فهو اللي بيخلق هذه المشاعر، وهو اللي بيخلق هذه الأحاسيس. تمام؟ هذه نقطة في غاية الأهمية. يعني فلذلك دائما أن تحفز ذاتك، ما فيش أحد ممكن أن يعني يحفزك مثل نفسك تحفز نفسك. حفز ذاتك، لا تنتظر للآخرين حتى يأتوا يحفزوك. تذكر دائما التحفيز الإلهي دائما، لأن البشر يا أخوة دائما لا تتوقع منهم الكثير. تمام؟ دائما توقعاتك من البشر لابد أن يكون في المستوى الأدنى تماما. واضح؟ والله إن جاء منهم شيء كثر الله خيره، إن ما جاش أنا مش منتظر. تمام؟ ولذلك في الآية في يقول لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. دائما الإنسان عندما يعمل شيء لا ينتظر الشكر ولا ينتظر التحية من الآخرين. لماذا؟ من أجل أن ينتظر للنداء الأخير الذي سيكون يوم القيامة، عندما يقول الله سبحانه وتعالى إن هذا جزاؤكم، إن سعيكم كان مشكورا. يعني بدل ما تنتظر لمن يشكرك في الدنيا، انتظر لله سبحانه وتعالى أن يقول لك شكرا فلان لأنك عملت كذا، شكرا فلان لأنك عملت كذا. فالشكر المرتبط بالله سبحانه وتعالى، يعني هذه العلاقة الذاتية مع الله، وأنه الشعور أنك بتعمل هذا الشيء من أجل الله،
لا يوقف عطائك، لا يوقف بذلك، أبدا لا يوقف يعني استمراريتك. ليش؟ لأنك بتعمل الشيء هذا مش من أجل الناس، تمام؟ لأنه في الأخير يقول لماذا أنت كريم؟ والله أكرمت من أجل يقولوا علي كريم. لا لا لا، فإذا ما قالوش عليك كريم ما عاد يرضيش يجيب لهم فلوس وأعانة، تمام؟ فالأصل الإنسان يعمل هذا الشيء لوجه الله سبحانه وتعالى، ويعمله من أجل إيمانه الذاتي بأن هذا واجب عليه، تمام؟ غير أنه يعمله من أجل أنه منتظر، والله أنا بدي مصروف شهري لوالدي، والله حتى ما شكرنيش، والله أنا مدري ما، وأنا أخي هذا بنصرف عليه، والله ما ذكرني بخير وكذا وكذا. ويرجع في المواقف ممكن حصل شيء ولا كذا، يبدأ يقتلب شخص آخر وإنسان مختلف تماما، تمام؟ فالإنسان دائما المحفزات الذاتية هي محفزات مهمة جدا، لابد أن تحفز ذاتك، أن تقوي مشاعر الأحاسيس الداخلية هذه بكل ما تفعله، بكل ما تعمله، بكل ما تقوم فيه، بكل ما تمنحه للآخرين، تمام؟ التحفيز نوعين، داخلي نابعا من إيش؟ من الأفكار الإيجابية. دكتور نعم لو سمحت بعد أمرك 5 دقائق بس نصلي المغرب يلا قبل لا تمام. تنتقل للنقطة الثانية. طيب الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية، صلوا وأنا سأنتظركم. إذا في ناس في ما في دول أخرى وش يتكلموا ولا شيء، تفضلوا. دكتور، احنا بس في ناس دخلوا متأخر، يعني إذا ممكن بشكل سريع كذا تعيد إيش النقاط اللي تكلمتوا عليها في البداية. ها، يعني احنا تكلمنا في بداية الأمر، ما تشتيني أعيد؟ حتخليني أعيد؟ تمام، حاضر. إي إيه. والله يا ريت، لا لأنه أنا لا، كان عندي إشكالية. لا لا، مش يعني إعادة، بشكل عام يعني كذا على السريع. بشكل عام، أيوه، احنا سريع تكلمنا بالضبط. عن مفهوم الذات، تمام، وأيضا وصلنا إلى مرحلة إنه يعني عرفنا ما هي الذات، وأيضا كيف ندير ذواتنا، تمام. اللهم صل عليك رسول الله. فقلنا التعريف الذات انه ما هي فكرتنا حول انفسنا، ما هي التصورات اللي يتصورها الانسان حول نفسه، حول قدراته الجسميه، حول قدراته العقليه، حول انفعالاته، حول القيم والمعايير الاجتماعيه التي ينتمي اليها. ما هي الفكره المتكونه عن نفسك وعن قدراتك الجسميه، عن قدراتك الانفعاليه، عن قدراتك النفسيه، عن قدراتك العقليه، عن قيمك، عن ميولك، عن معاييرك الاجتماعية. هذه ما نسميها مفهوم الذات، تمام؟ ننتقل، هذا مفهوم الذات، تمام؟ لكن كيف ندير ذواتنا؟ هذا المفهوم الثاني اللي هو إدارة الذات، وهي يعني تقنيات. ما هي التقنيات؟ ما هي التكنيكس؟ ما هي الاستراتيجيات؟ ما هي الأساليب؟ ما هي الطرق؟ ما هي الوسائل التي يمكن أنك تستخدمها في أنك توجه هذه القدرات، وتوجه هذه الأفكار، وتوجه هذه الأحاسيس، وتوجه هذه الميول، وتوجه هذه الاتجاهات، وتوجه هذه المشاعر، وتوجه هذه الطاقات، وتوجه هذه الإمكانيات نحو تحقيق أهداف مرجوة، أهداف تصبو إلى أنك تحققها في المستقبل. فإذا هذه هي، لما نتكلم عن إدارة الذات معناها أنه عندك أساليب، عندك طرق، عندك وسائل، عندك مجموعة من التقنيات التي يمكن أن تستخدمها في أنك توجه هذه القدرات، وتستكشف ذاتك، وتستكشف مشاعرك، وتستكشف إمكانياتك، وتستكشف طاقاتك، وتستكشف ميولك، وكيف تربطها بأهدافك، وكيف أنه إيش تتخلق عندك هذه الإدارة نحو هذا الجانب يعني. طيب، تكلمنا عن أهمية الذات، وإني كيف أني بتشكل مسارات الإنسان في الحياة، وإني سر نجاحه وتميزه، وإنه كيف تعتبر أنها مدخل أساسي ورئيسي وحيوي في إدارة التغيير، سواء كان على المستوى الفردي ولا على المستوى الجماعي والتنظيمي. فهي لما نتكلم عن إدارة الذات، أنا بتكلم على نقطة في غاية الأهمية، وهي أهم ما يملكه الإنسان، وهو إيش؟ وهو ذاته. وتكلمنا عن مراحل إدارة الذات، وهي 5 مراحل: المدركات، ومعرفة الذات، وقلنا إنه المعرفة، حتى أرسطو قال يعني في كلمة له: أن تعرف نفسك فهي بداية الحكمة. أن تعرف ذاتك فأنت أصبحت إيش؟
بداية أن تكون إنسان حكيم، والإنسان عدو ما يجهل. فأنت عندما لا تعرف الذات أنت عدو، حتصبح عدو لذاتك، واضح؟ في معرفة الذات تجعلك صديق لذاتك، والصديق هو ذلك الإنسان، قال صديقك الذي يصدقك وليس الذي يصدقك، تمام؟ فلو ما تكون صديق لذاتك معناها حتكون صادق معها، ولو ما تكون صادق معها معناها تستطيع توجهها التوجيه الصحيح وتديرها الإدارة الصحيحة، وأيضا تملكها المعارف وتملكها المهارات وتملكها الأشياء الإيجابية التي يمكن أنك إيش تديرها. يعني الأمر الآخر الثقة بالذات، كيف أنه الإنسان يخلق هذه الثقة، كيف يكسب هذه الثقة، كيف يكون هذه الثقة، كيف يزرع هذه الثقة، كيف يولد هذه الثقة بذاته. هذه نقاط مهمة جدا، والإنسان يعني في الأخير يعني مسألة الثقة هذه هي بناء ذاتي، تمام؟ الثقة لا تمنح من الآخرين، ولكنها أيش شيء الإنسان يزرعه ويخلقه ويمنحه ويوطنه في ذاته، تمام؟ لأنه الشخصيات الغير واثقة بذاتها تكون شخصية انهزامية، شخصية دائما مترددة، شخصية دائما انسحابية، شخصيات غير لا يمكن أن تواجه، شخصيات تشعر بالدونية، شخصيات دائما تشعر بعدم قدرتها على إحداث تغيير، تشعر أن الآخرين يعني متفوقين عليها. حتى الذات الجمعية يا أخي شوفوا دائما حتى الأعداء دائما يغرسوا هذا الفارق النفسي، فارق الثقة بالذات. يعني إنه مثلا لما نتكلم عن الذات الجمعية والذات الفردية، إنه دائما أنت لما تشوف الغرب مثلا الرجل الأبيض تشعر إنه ذلك الشخص الذكي، ذلك الشخص المبدع، ذلك الشخص المبتكر، ذلك الشخص المؤهل، ذلك الشخص ذات الإمكانية والجرأة والمبادرة والكذا والكذا والكذا. زرعت هذه الثقة، حتى زرعت هذا المفهوم عندك، يعني زرع عندك بشكل أو بآخر، لأنه من تراكم الانهزامية الذاتية، سواء الانهزامية الفردية على المستوى الفردي أو الانهزامية الجمعية، فتولد هذا الفارق أو عدم تقدير الذات الفردية وعدم تقدير الذات الجمعية، يعني ذواتنا الجمعية، فنشعر تشعر إنه إحنا متخلفين، وإحنا متأخرين، وإحنا كذا، وإحنا بيننا يعني أصحاب حروب، وإحنا كذا وإحنا كذا وإحنا كذا، وإحنا مجتمعات فقيرة ومجتمعات متخلفة ومجتمعات كذا. لا مانع الإنسان، في فرق بين إن الإنسان يعني يستكشف ذاته ويعترف بتقصيره ويعترف بواقعه، لكن لا يعني ذلك أن ينهزم ذاتيا، تمام؟ ما ينهزمش ذاتيا، ده مثلك في الشخص نفسه. أنا أصارح ذاتي وأعترف بتقصيري وأعترف إن عندي نقاط ضعف وأعترف كذا، لكن لا يعني ذلك إن أنا أشعر بالإنهزامية المحبطة التي يعني تجعلني إنسان عاجز عن إحداث فعل، عن إحداث تغيير، عن إحداث إضافة، عن إحداث قيمة، عن مشاركة، عن إحداث معرفة، عن كذا عن كذا. فهذه الثقة بالذات، افقد أي شيء إلا أن تفقد الثقة بذاتك، واضح؟ لأنه كل شيء يمكن أن يبنى إلا أن الإنسان يفقد الثقة بذاته، تمام؟ فالشخصيات المنكسرة لا يمكن أن تصنع مجدا، والشخصيات يعني الذوات المنهزمة لا يمكن أن تصنع نصرا، والذوات المترددة لا يمكن أن تصنع إقداما، والذوات يعني الشخصية يعني المنطوية لا يمكن أن تصنع إيش؟ أن تحدث تغييرا. فالإنسان لابد أنه يكون عنده هذه الثقة بنفسه. تحفيز الذات، إحنا كنا بنتكلم عن تحفيز الذات، صح؟ كنا في مسألة تحفيز الذات، وصلتك لتحفيز الذات، إيش رأيك؟ تمام، مناسب. عاد إحنا في تحفيز الذات. أيوه كويس، الإطلالة هذه السريعة. ها جدا جدا كويسة، ما قصرت. طيب.
عندي سؤال ولو إيه؟ خارج أيوه موضوع الكتاب، إنه الأم يعني كيف لما تربي عيالها إنه تخلي عندهم ثقة في النفس وواثقين من نفسهم لما يخرجوا بين الناس عشان ما تطلعش شخصيتهم ضعيفة؟ كيف تخلق الثقة في الأولاد في الأطفال ها؟ طيب أيوه هذا تجي عندي تحضري يعني محاضرة ثانية وأنا أحرويك كيف تخلق الثقة في الأطفال، لكن هو المفهوم مهم جدا دائما مسألة التشجيع تمام. الريوردينج سيستم يسموهم ايش الريوردينج سيستم؟ نظام المكافأة تمام والتشجيع دائما تجعله يعبر عن ذاته. يعني ايش يعبر عن ذاته؟ تدخلي معه في النقاش، النقاش هذا يخلق من الاطفال ثقه عاليه وينمو بفكرهم وينمو بوعيهم. دائما تناقشيهم تمام؟ يعني غير انك تعطي اوامر تمام؟ في بعض الاحيان الاوامر احنا بنعتبرها انهم ينصاعوا للاوامر انه مقياس للنجاح. لا، ما هوش مقياس للنجاح الأوامر، إنه اعمل كذا، لا تعملش كذا، سوي كذا، ما تسويش كذا، تمام؟ افتحي حوار مفتوح معهم. دائما النقاشات والحوارات والتساؤلات وإبداء التساؤلات وطرح الـ يعني الـ 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 يعني مش كمشكلة، لكن طرح الأمر عن طريق حوار إيجابي يصل إلى نقاط معينة وتناقشي فيه فكر الولد وكذا وكذا. يعني هذا الشيء بيخلق عند الإنسان عند الطفل ثقة كبيرة جدا بنفسه، أيضا تخليه يعبر عن ذاته دائما. ها ابني يلا ممكن تشرح لي إيش حصل اليوم في المدرسة؟ أيوة تمام. ليش أنت تصرفت هذا التصرف؟ ممكن توضح، غير ما أقول له ليش عملت هكذا، ليش كذا كذا كذا، ما تعملهاش مرة ثانية، والله عملته لأنه كذا وكذا. هل تشعر أن هذا صح؟ هل هذا يعني مناسب؟ ويعني تأخذي معه يعني حواريات، تجري معه حواريات. الطفل يتعلم كثيرا بالحوار، أن يعبر عن ذاته، أن يعني تعطيه مجال أنه يتكلم، تعطيه مجال أنه القراءة هذه إذا أمكن توصل الأطفال إلى مستوى حتى القراءات العادية البسيطة، إنه يقرأ وتتناقشي في القراءة هذه، عندما تجلسي حتى تخرجي معه في الحديقة تسائليه التساؤل عن الطبيعة، إيش رأيك في اللون الجميل هذا الأخضر؟ أنت تحب اللون الأخضر هذا؟ أنت تحب هذا اللون السماء؟ إيش لون السماء؟ السماء كبيرة، السماء كبيرة. يعني تطلقي له نوع من التساؤلات من حوله دائماً. أنت كنت معجب بالخرجة اليوم، طيب إيش اللي شد انتباهك في الخرجة اليوم؟ إيش أكثر شيء حبيته؟ إيش أكثر كذا؟ هذه الأشياء تتخلق فيه إنه عنده قدرة للجاجمنت، إنه يعمل عملية جاجمنت للطبيعة للأشياء من حوله، إنه ينظر إلى الأشياء بنظرة مختلفة، إنه كذا، إنه يكون عنده رأي في انه يشتري هذا الشيء او ما يشتريش، انه يحدد اللون اللي يشتريه ياخذه ولا ما ياخذوش، انه يحدد الشيء، مش كل حاجه بيشعر معاه انه بيفرض عليه تمام. حتى وفي الاكل، ايش رايك يا حبيبي تشرب الحليب؟ ليش الحليب تشربه؟ لان الحليب كذا وكذا وكذا، تربطيه بصحة، مش اشرب يعني، واضح؟ غير انه مجريات، يعني مجريات اوامر. فهذه الأشياء تخلق فيه ثقة كبيرة جدا، وتخلق عنده أن الناس بيقدروا ذاته، بيقدروا رأيه، بيقدروا يعني. أنا أتذكر واحد من الجيران شد على ابنه فمد يده عليه، فالولد قال له، لفت انتباهي بشكل عجيب يعني، قال له ليش يا بابا تعمل هكذا؟ قال له ايش؟ قال انا انسان افهم، كلمني كلمني. يعني شد انتباهي جدا لهذه الكلمه. الاب يعني زعل منه، ولانه حدث شيء هكذا، تاخر عن درسه في الدروس الخصوصيه او يعني في المركز، انه يحضر في المركز، فهو يعني لانه بيدفع اضافي وزعلان انه الاب وابنه مش متحمس انه يحضر ويكون في الوقت نفسه، فمد يده عليه يعني يلا احضر، مش بقوه يعني. فالولد جاب هذا الكلام، انا استغربت
ان هذا الولد في هذا السن وهو يتكلم بهذا المنطق، يقول له ابو ليش تمد، يعني تمد يدك، يعني انا افهم، كلمني انا افهم. استغربت. فالاطفال احنا بعض الاحيان نشعر ان هم يعني انهم ما بيفهموش ولا انهم ما بكذا. فهذه الاشياء، المحادثات والحوارات والنقاشات وترك مساحه لهم انهم يناقشوا ويختاروا وكذا وكذا، هذا بيعمل لهم عمليه تقدير لايش؟ للذات. تمام؟ وهذه طبعا تحتاج تفصيل كبير وتحتاج محاضره خاصه بها. تمام؟ طب يا فسامحيني، دكتور عندي سؤال. سامحيني ان انا ما، ايوه ما لميتش في الموضوع كله لانه يحتاج له جلسه كامله. ايوه أشهر العمر المناسب لتنمية مهارة ذات الطفل يعني؟ من الطفولة، من الطفولة، من الصغر. تمام؟ لأنه حتى القاعدة دائما يقولوا حتى الأطفال عندهم قدرة عجيبة جدا ولذلك في التعليم يقولوا الطفل مع التعليم سعى الهرم. يعني إيش الهرم؟ والسع له قاعدة الهرم. كل عنده مساحة للتعلم بشكل كبير جدا جدا. كل ما كبر الهرم يرتفع إلى رأسه، لا نقطة الرأس، يعني يتضيق. تمام؟ بعض الناس يقول لك لا، ما، وانا من المعارضين لهذه النظريه، انا مع نظريه ان الطفل عنده قدرات خارقه في التعلم. ولذلك شوفي في كثير من المناطق، يعني انا عندنا تجربه الشناقطه، ما ادري تسمعوا عنهم ولا لا. الشناقطه هذولا جماعه في موريتانيا، امهاتهم يعني هم متعلمات وحافظات، يعني حافظات سواء للقران ولا حافظات للمتون، وحافظات يحفظوا اولادهم من الصغر، يقوموا حافظ متن الإجرومية والمتون الفقهية والكذا والكذا، حافظها بصم يعني. تمام؟ حتى إضافة إلى القرآن وإلى كذا وكذا. ما يأتي لو ما يكبر هذا الأطفال يكون عندهم يعني قدرات خارقة جدا. وأنتم لو تشوفوا تجلسوا أمام هذا الشناقطة تشوفوهم في علم النحو، في علم التفسير، في علم الرجال، في علم التاريخ، في علم الكذا، في علم الكذا، يعني شخصية جامعة. فلذلك الطفل حتى من الصغر، من أصغر عمره وهو يتعلم، عنده قدرة على التعلم. تمام؟ فما بعض الأحيان إحنا نجي نخاف على أولادنا وما يتعلموش وما يحفظوش وما كذا، لا، عندهم من الطفولة، حتى من السنة الأولى ومن السنة الثانية ومن السنة الثالثة يتعلم الطفل يعني. تمام؟ وكل طيب مرحلة، دكتور، يعني وكل اسمح لي مرحلة دكتور، أيوة. فهالشيء يعطي معنى ان الثقة تكتسب ما هي بالفطرة، لان في ناس أيوة. يقولون والله هالطفل بالفطرة ذكي، من لما انولد هو ذكي وواثق من نفسه، لا فهالشيء لا خطأ صح؟ لا، في أشياء موجودة فينا، صح؟ موجودة فينا، لكن يا إما تنمى أو تنهار. تمام؟ يعني يكون عندنا ذكاء موجود، لكن هذا الذكاء إذا لم ينمى وإذا لم يعني يحدث له تطوير وإذا لم يحدث له كذا، خلاص سينتهي. واضح؟ فالأشياء، في أشياء موجودة فينا إذا لم تنمى وتطور وتحسن تموت. واضح؟ اي أيوه واضح. أيوه لذلك لاحظ بعض الأحيان بعض الناس عنده ذكاء لكن ما بيستخدم هذا الذكاء، خلاص ينتهي مع الأيام. فالأشياء لابد أن تنمى، صح؟ يجي عندنا أشياء لكن لابد أن تنمى. وليش دائما عندنا في هذا المحور ما نسميه في الجدول، لو تذكرتم الجدول، تنمية وتطوير الذات. التنمية هذه مهمة جدا. التنمية هي الشيء الذي لابد أن يكون مرافق دائما للإنسان، وإلا يعني كما يقال دائما عندنا مما تعلمناه أنه يقول لك القراءة غذاء العقل، مثلما الأكل غذاء الجسم. فالعقل عندما ما تغذيش بالمعرفة ولا تغذيه بالعلم ولا تغذيه بالاطلاع ولا تغذيه بالتجارب الجديدة ولا تغذيه يعني بالمعرفة الجديدة، يذبل ويتناقص ويقل حتى يعني يصبح شيء بسيط جدا. واضح؟ مثل الأكل للبطن، يعني للجسم، إذا ما تأكليش شوية تنحف، ينحف الإنسان، ينحف، يضمر، تضمر خلاياه، ممكن حتى يصل إلى مرحلة الفناء. واضح؟ فالعقل تجد الإنسان يعني عنده قدرات ذهنية عالية لكنه لا يقرأ، لا يتعلم، لا يطور ذاته،
ما يحضرش يعني محاضرات، لا يقرأ، لا يدخل ندوات، لا يشارك في يعني في مشاركات علمية، لا كذا لا كذا، منين حيجي له العلم؟ منين حتجي له المعرفة؟ واضح؟ فإذا هذه نقطة في غاية الأهمية. طيب نكمل. أنواع التحفيز، قلنا التحفيز الداخلي، ويكون هذا تابع من إيش؟ نابع من الذات. ما هي واحدة منها؟ الأفكار الإيجابية. دائما اصنع أفكار إيجابية، تمام؟ فالجانب اللي تكلمنا عنه هو الأفكار الإيجابية، تكون شخصية إيجابية حول نفسك. إنه الإيجابية كما ذكرنا، إنه نظرتك الإيجابية لذاتك، نظرتك الإيجابية لظروفك المحيطة، نظرتك الإيجابية حتى للمصائب والمصائب التي ممكن أن تحل بك. يعني شوفوا، حتى في يعني كان يعتبر المصائب يعني هي مداعبة الإله للناس، يعني واضح؟ شوفوا، وهي صعب مشكلة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا مفهوم عجيب، ما هو سهل. ليش؟ لأنها نظرة إيجابية، إنه أصابتني هذه المصيبة. في بعض الناس مصائب تحصل له ولا كذا، ينهار وينتهي ويصاب بحالات نفسية وبحالات يعني وأزمات صحية ونظرة مأساوية للناس وللبشر وللذات، ويصبح ويتحول إلى كونه مشكلة، ويتحول إلى شخصية انتقامية، ويتحول إلى شخصية عدائية، ويتحول إلى شخصية يعني غير معقولة تماما. ليش؟ لأنه ما عندوش نظرة إيجابية نحو الأشياء، واضح؟ فينتقل إلى شخص عدائي، إلى شخص عنده رغبة في الانتقام من الآخرين، إلى شخص. لكن الشخص الذي ينظر بالأشياء إلى إيجابية، إذا أصابته مصيبة، الحمد لله، هذا أمر الله، هذا قدر الله، هذا شيء كذا، لعل الله في ذلك خير، ويستحضر عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهذه النفسية الإيجابية دائما تتملكه، فما ما يكونش من السهل أنه يتحول الإنسان من عنصر يعني مساهم في بناء مجتمعه، إلى عنصر هدم، وإلى عنصر يعني تتملكه مشاعر الانتقام، ومشاعر يعني السخط، ومشاعر الضيق، ومشاعر الحزن، ومشاعر الندامة، ومشاعر يعني ينتقل الإنسان إلى أنه يصبح شخصية محبطة تماما. لا، فهذا واحدة من الأشياء، الأفكار الإيجابية. دائما يكون عندنا أفكار إيجابية، واضح؟ أيضا الإصرار والتحدي، وهذه نقطة في غاية الأهمية. الإنسان يكون عنده إصرار. الإصرار هو واحدة من إيش نسميها، من مولدات الطاقة، أن يكون الإنسان عنده إصرار. يعني إيش الإصرار؟ هي قد تكون واحدة الإصرار معناها يعني إيش ما نسميها الإصرار، هي الاستمرارية، واضح؟ ممكن أن نقول عليها نوع من الاستمرارية، إصرار. الاستمرارية هذه هي التي تفرق بين بعض الأحيان بين الناس. في واحد إنسان يشتغل يشتغل وبعدها يوصل لمرحلة ويوقف، ما عنده إصرار. ولذلك حتى الله سبحانه وتعالى في الآية قال اصبروا، تمام؟ هل اكتفى بهذه الكلمة اصبروا؟ قال لا، وصابروا، تمام؟ ما شاء الله، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله في الأخير، واضح؟ المسألة تحتاج من الإنسان إصرار وعزيمة. حتى قيل يعني كان يقول إيش اسمه هذا الشاعر عنترة، قال خلقت من الحديد أشد قلبا، فبل الحديد وما بليت. يعني كأن قلبي أنا مثل الحديد، يبلى الحديد وأنا لا أبلى. خلقت من الحديد أشد قلبا، فبل الحديد وما بليت، ولقد شربت من دم الأعادي بأقحاف الرؤوس وما رويت. يعني خليكم من الثانية، بس أقول في الإنسان يعني أنه عنده هذه عملية الإصرار والاستمرارية. الاستمرارية هي أكسير النجاح، تمام؟ واحد مثلا يتعلم لغة جديدة، تمام؟ جلس يتعلم لغة إنجليزية وتعب اليوم الأول والشهر الأول والشهر الثاني، وانا ما تعلمش، قد قضيت حضرت دوره تدريبيه وما تعلمش، انا ما اعرفش اتعلم لغه جديده، خلاص وصل لهذا القناعه، تمام؟
في، لكن إنسان آخر لا، عنده إصرار، عنده عزيمة، عنده استمرارية، ما لا يعرف أن يكل أو يمل. يعني قالوا في إصرار قطرة الماء هذه اللي تخرج هي قطرة قطرة، هذه تخرق الصخر. ليش؟ لأنها مستمرة. تمام؟ فالإنسان صاحب الاستمرارية والإصرار يحقق ما يريد. هو فعلا بعض الناس، احنا عندنا ناس شباب هنا عرفناهم، يعني في لحظة معينة ويأسوا، وصلوا إلى مرحلة أوه وصلوا إلى هذه القناعة، احنا والله لا 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 لا، احنا ما عنديش ذكاء لغوي. ايش يا أخي ذكاء لغوي؟ صلي على رسول الله، يعني مش مطلوب منك تدرس 5 لغات ولا 6 لغات، هي لغة واحدة ويعني والبيئة مساعدة وكذا. لا لا، ما عنديش ذكاء لغوي، أنا ما حتعلم هذا اللغة. وهو عنده مسألة الإصرار والتحدي، ما هوش آخر. بعض الأحيان واحد يسموه بالإنجليزي استمنا، استمنا يعني أيوة، يعني هذا الإصرار، يعني إنه ما عندوش في لحظة معينة ويتعب، آه يعني خلاص أنا يئست، I give up، أنا استسلمت. لا تستسلم، الإنسان لا يستسلم. قالوا لعنترة، أجين لعنترة، قالوا له يوم كيف أصبحت أشجع العرب أو أقوى الفرسان؟ قال له ضع أصبعك في فمي وأنا أضع أصبعي في فمك، ويلا ونعض، وكل واحد يعض، فعض كل واحد الثاني، حتى صرخ اللي في مقابل عنترة، قال له شوف لو لم تصرخ أنت لصرخت أنا. واضح؟ في المسألة تحتاج لها شوية بس، يعني لو هذاك تحمل شوية كان العنترة حيصرخ. في مش المسألة في الكذا، هي المسألة في مسألة الإصرار والتحدي. فالإنسان لابد أن يكون عنده هذه الملكة، ملكة الإصرار، ملكة التحدي، I can do it. ما عندوش الشخصيات العملاقة والشخصيات التي تحدث التغيير الهائل في الشعوب وفي المجتمعات وعلى المستوى الفردي وعلى المستوى الأسري وعلى المستوى كذا، هي الشخصيات التي تمتاز بالتحدي والإصرار، العزيمة والجدية. يكون شخص جدي، مش يأخذ الأمور بالهزل، كل عنده يعني الحياة عنده مجموعة نكت، الحياة عنده يعني إيش يسموها، في تراجيدي وفي إيش كوميديا، وعنده كوميدي، الحياة عنده كوميدي، كلها كوميديا. تمام؟ فلا، لابد أن تأخذ الحياة الأمر بعزيمته. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني الإنسان عندما يأخذ الشيء يأخذه بقوة، عندما يأخذ تكليف يأخذه بقوة، عندما تسند له مهمة يأخذها على أكمل وجه، عندما تسند إليه وظيفة يصبح هو النمبر وان يعني داخل الوظيفة، سكند تو نان، ما فيش واحد مثله ممكن يعملها. تمام؟ يو ريلاي اون هيم، تعتمد عليه، يعني لا يأخذ الأشياء، يعني بعض الناس يأخذ كل حاجة عنده بالسهالة، يعني يأخذها هكذا بنوع من عدم الجدية. لا، ولذلك واحد يقول لك من الشروط حق الشخص الناجح انه يكون كوميتمنت، عنده كوميتمنت، عنده نوع من الالتزام، ملتزم. الشخصية الالتزامية هذه يعني فعل جدول للرياضة، فيلتزم في الرياضة، عنده حدد هدف فيلتزم، مستمر، عنده جدية، عنده عزيمة انه يحقق هذا الهدف. والله عمل انه هذا الشهر حنجز قراءة 2 كتب ولا كتاب واحد في يعني في تطوير الذات مثلا، ويلا كل يوم يقرأ يقرأ وكذا حتى ينجزه. والله هذا الشهر حتحلى بخصلة جديدة، عادة الكسل مثلا عندي حتجنبها، حكون أقوم من الفجر وأنام مبكر وكذا، يعني يبدأ يصحح، يعدل كذا. هذه أشياء قضية مهمة، الشعور بالمسؤولية، to be responsible، to feel you are responsible، أنت مسؤول، عندك responsibility، أنت مسؤول عن نفسك، مسؤول عن من حولك، مسؤول عن مجتمعك، مسؤول عن يعني هذا الشعور بالمسؤولية غاية في الأهمية. تجد أب ومش مسؤول، تجد أم وشخصية غير مسؤولة، تجد يعني موظف ومش مسؤول، تجد شخص كذا وما عندوش هذه المسؤولية. لا، الشعور بالمسؤولية هذا شعور غاية في الأهمية، لأنه يعطي، يمنح الإنسان احترامه لذاته، لأن أنا شخص مسؤول عن هذا. تمام؟ لذلك شوف الأشخاص اللي مثلا عنده، احنا نحترم مثلا هذا
في المجتمعات الصينية هذه اللي نشوفهم هنا، شوفوا لما يكون عنده ولد أو أبناء، تشوفوا على مسؤولية، يبذل مسؤولية عجيبة نحو تربيتهم، يهتم بتربيتهم التعليمية، بالتعليم حقهم، يهتم بصحتهم. تشوف الأب يجري من مركز لمركز، كمل المدرسة ويدخل ابنه في مركز لتعليم التعليم الرسم، ولا في مركز لتعليم مهارات يعني الكودينج، هذا الكودينج ايش نسميه، البرمجة، ولا ياخذه الى ممارسة رياضة معينة، يعني سواء كانت سباحة ولا تايكوندو ولا كاراتيه ولا كذا ولا كذا. يعني عندهم مسؤولية نحو أبنائهم. يعني تجد عندنا احنا هذه المسؤولية ما هيش موجودة. يعني مثلا إذا خلف أولاد يخلفهم يرميهم في الشارع، والشارع هو اللي يربي. لا، ما هو صحيح. يعني الشخصية المسؤولة لابد أن يكون عنده مسؤولية حول نفسه، مسؤولية حول أسرته، مسؤولية حول مجتمعه، مسؤولية حول وظيفته، مسؤولية حول بيئته حتى. تمام، الشخص أن يكون حتى مسؤول أمام للبيئة اللي بيعيش فيها. تمام، يعني تجد الشخص الإنسان المسؤول، يعني مثلا حتى على مستوى ممارسته البسيطة في البيئة. يعني أنا أشوف مثلا بعض الأشخاص لما يدخل يعني يستخدم التيشو، هذا المناديل أو ما نسميه حق ورقة فاين، هذا لما يستخدمه يغسل ايده ياخذ 5 ورق ولا 10 ورق. وفي ناس لا، عنده احترام عنده مسؤوليه نحو البيئه، يقول لك لا، ما ليش اجفف بهذا كله، ممكن اخذ واحده واكتفي بتجفيفها، ممكن يعني حتى على مستوى الماء انه يعني ينزلها بطريقه معينه ويكتفي بواحده، من اجل انه don't harm the environment، ما تشوهش البيئه، ما تعملش عملية تشويه للبيئة أو تدمير للبيئة. فهذا مسؤولية حتى نحو بيئته، مسؤولية حتى نحو علاقته الاجتماعية، نحو كذا نحو كذا. فالإنسان لابد أن يكون الشعور بالمسؤولية. أيش اللي بيخليه المحفز هذا بيخليه كذا؟ لأنه عنده شعور بالمسؤولية. ليش بيخليه أنه يأتي بدري ويقوم بدري؟ لأنه عنده شعور بالمسؤولية. ليش أنه بيخليه يهتم وعنده وقت مع أولاده، ووقت مع إخوته، ووقت مع أمه ومع أبوه ومع كذا؟ لأنه عنده شعور بالمسؤولية، عنده شعور بالمسؤولية. فهذا الشعور دائما لابد أن يتخلق، ولابد أن يكون عندنا هذا للشخصيات اللي تشتي تكون شخصيات تحدث تغيير في حياتها. أما الشخصيات الأصفار هذه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني شخصيات يعني المفترض أنه يعيدوا تعريفهم لذواتهم، ويعيدوا يعني معرفتهم بنفوسهم. التحفيز الخارجي عن طريق تأثير طرف ما، يعني أنه تشجيع بالكلمات، هذه اللي ممكن نستخدمها إحنا مع الآخرين. ولذلك إحنا في رحلتنا في صناعة ذواتنا لابد أن نساعد الآخرين على صناعة ذواتهم، أو اكتشافهم لذواتهم، أو على تطوير ذواتهم، على يعني بناء ذواتهم. واحدة من الأشياء إن إحنا نحفز الآخرين. تمام، يعني تحفيز الآخرين إنه دائما نكون نقول له ما شاء الله أبدعت، أحسنت، والله عجبني فيك هذا الموضوع، أنا والله ما شاء الله أنا تعلمت منك إن أنا لابد إنه أشوفك دائما في لحظات الفراغ إنك تقرأ، أنا تعلمت منك هذه، حاول أقلدك فيها. تشعروا بكذا، أنت الموضوع اللي جبته لنا كان موضوع كويس. يعني دائما بيعجبني اهتمامك بأولادك، بيعجبني تربيتك لأولادك. اليوم مررت على ابنك وبتكلم معه، عجبني والله ما شاء الله. يعني فهذه الأشياء بتساعد، بتخلق جو إيجابي للناس. ولذلك حتى الابتسامة يا أخوة، حتى الابتسامة هذه عملية محفزة. يعني تصور، لذلك قال وتبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني حتى وأن تطلق ابتسامة تشعر الآخرين بالأهمية، واضح؟ تشعرهم بالقبول، تشعرهم بالكذا، تشعرهم باحترامهم لذواتهم، انه انت يعني بتبدي نوع من الاحترام والقبول للاخرين، واضح؟ فهذا التشجيع بالكلمات والتحفيز للاخرين، تقديم الهدايا، المكافأة المادية، يعني حتى ممكن تكافئ نفسك يعني بعض الاحيان على الاشياء الكبيرة. تربط الريورد سيستم، نظام المكافأة، بالانجاز، يعني انك انجزت معينة خلاص انا استحق كوباية قهوة. تمام، ممكن أن تشرب كوباية قهوة، تمام، لكن عادي تشربها، لكن ممكن تربطها بإنجاز،
كيف يعني اربطها بانجاز؟ اقول انا والله اشرب كوبايه القهوه حقي، لكن بعد ما اخلص قراءه 10 ورق من الكتاب هذا، بعدين حكافئ نفسي ان انا، او بعد ما احل التكليف حقي حكافئ نفسي بكذا، يعني باشياء بسيطه، مش ضروري يصير تكافئ نفسك يعني تصير تشتري تلفون جديد ولا شيء، لا لا لا، الاشياء الممارسات اليوميه الطبيعيه العاديه، انك تشرب عصير ولا تشرب يعني، او تاكل حاجه معينه تحبها ولا كذا ولا كذا، اجعلها ريورد سيستم لانجازات معينه ممكن تنجزها في يومك، تمام؟ مش تصير تكافئ نفسك باشياء يعني يعني مش صحيحه، تمام؟ اللهم صل على المرحله الرابعه اللي هي نسميها تنمية الذات، تنمية وتطوير الذات، هذه يعني سعيك الدائم إلى تحسين قدراتك، تحسين مؤهلاتك، مهاراتك، إمكانياتك الشخصية. يعني دائما اسأل نفسك، ما هي المهارة اللي تنقصني؟ هل عندي أن أنا أتعلم مهارة جديدة، مهارة الكتابة مثلا، مهارة الطباعة، أن يكون عندي مهارة طباعة، مهارة البحث العلمي، مهارة أن أنا التحدث، مهارة الخطابة، الخطابة يعني بين الجمهور أو كذا، مهارة الحوار، مهارة إن أنا أدير اجتماع معين، إن أنا أدير فريق، مهارة مختلفة، سواء مهارة على المستوى الشخصي أو على المهارات اللي إيش يمكن فيها إنه، أو تطوير قدرات معينة عندك، تمام؟ أو اكتساب مؤهل جديد، why not، يعني إن أنا أسعى إلى إن أنا كملت البكالوريوس، why not I can take a master، يعني إن أنا أخذ ماستر، أتعلم لغة جديدة، تمام، أحسن أتعلم إن أنا أقرأ وأجعلها عادة في إن أنا لابد أنه أتعلم أن أقرأ، أن أحضر مثلا، أتعلم كورس في التسويق، أتعلم كورس في التسويق الإلكتروني مثلا، ولا أدخل كورس في بناء المنظمات، ولا حتى في الكواليتي مانجمنت، ولا ان انا اكون كذا، ولا الخبير الاداري، ولا اي حاجه، المهم انه الانسان يكون عنده دائما. تصوروا هنا في ماليزيا عندهم حتى الموظف اللي بيمنحوه فيزا، هنا في نهايه التقديم الاخر للفيزا يشترطوا عليه، يطلبوا منه في السي في ايش المهارات او الاشياء اللي اكتسبها، او المؤتمرات اللي حضرها، او الاشياء اللي نماها في نفسه في خلال هذه السنه او السنتين اللي قضاها، وبتكون شرط حتى على مستوى منح الفيزا، يعني واضح، لانه الناس دائما هكذا، من اجل ان تكون عنصر بناء، من اجل ان تكون عنصر فاقد الشيء لا يعطيه، كيف يمكن ان تمنح اذا كنت في ذاتك انت ما طورتش ذاتك، ولا طورت نفسك، ولا طورت، العالم متسارع والعالم يجري بسرعة هائلة، وتطورات من حولك تطورات عظيمة وكبيرة جدا والكذا، وأنت ما زال الواحد يعيش في القرن العشرين، يعني تمام؟ دكتور، ولا أقاطعك لو سمحت، هي نفس فكرة لما الإنسان ياخذ دورات في معاهد، أو يروح يحضر ندوات أو تطوعيات، نفس الموضوع. جاهز، صح؟ هذا نفسه لابد انه يفعل هكذا، يكون عنده يعني جردة مهارات معينة او قدرات معينة. ايش الجردة هذه؟ الجردة ان انا والله اشتي احسن من قدراتي الحوارية، اشتي احسن من قدراتي الخطابية، اشتي احسن من لغتي، اشتي احسن من لغة الخطاب حقي، يعني في بعض الاحيان لغة الخطاب نفسه، المفردات عندي، يعني انا بتكلم بعض الاحيان اتكلم كلمتين ثلاث وضاعت علي المفردات والكلمات، إذن أنا لابد أن أنا إيش أطور من لغتي وخطابي وإقناعي للآخرين وكذا وكذا. فكيف تأتي هذه؟ لابد أن أنا القراءة المتكررة، تمثيل الأدوار، يعني كيف تمثيل الأدوار؟ اجلس، قد عندنا برامج الآن هذه التسجيلات الصوتية، اجلس اقرأ في موضوع معين وابدأ سجل نفسك وأنت بتتكلم، وشوف كيف أمورك يعني كيف تقييمك لذاتك، ها تحسنت انا اليوم كذا. فانت لابد ان يعني ان تعمل عمليه جرد، ايش المهارات التي يجب ان اطور نفسي فيها، ايش الـ 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 الاشياء التي لابد ان احسن نفسي فيها، حتى مهارات رياضيه كمان،
مهارات رياضية مهمة جدا، إن واحد يتعلم فيها رياضة جديدة، يتعلم فيها يعني إنه يعني يسبح، إنه يتعلم الكاراتيه، إنه يتعلم تيكواندو، إنه يعني إنه يجري، إنه يتعلم أي مهارة من المهارات الرياضية، مهارة رياضية، المهارة الاجتماعية، إنه يعني يخلق صداقات، إنه يبني علاقات، إنه كيف يحافظ على هذه العلاقات، كيف يكون شبكة من العلاقات إيجابية، كيف يعمل عملية التواصل والاتصال مع الآخرين، كيف يكسب الآخرين، كيف يحافظ عليهم، يعني المهارات الاجتماعية، هذه جوانب غاية في الأهمية. فالواحد لابد أنه يعني دائما يشعر إيش الأشياء اللي يمكن أن أنا أطور فيها ذاتي. طيب، بيقول واحدة من الأشياء متطلبات تنمية وتطوير الذات، واحدة من متطلبات تنمية وتطوير الذات أنك تحدد أهدافك بوضوح، ماذا تريد أن تكون عليه؟ هذا نقطة في غاية الأهمية. تحديد الهدف هي واحدة من الأشياء التي توصلك، يعني ولا حتظلك تجري ومش تداري أي نقطة النهاية، تمام؟ وما تعرفش أنك قد وصلت ولا ما وصلتش، لأنه ما عندك أصلا هدف. ولذلك الإنسان اللي لا عنده هدف لا يمكن أن يحقق شيئا. فأنت حقق أهداف، والأهداف لا تستصعبوها يا شباب، ما تستصعبوش الأهداف هذه، خلوها أهداف بسيطة جدا، ما عندك مشكلة. وبعدين بس حدد مجالات للأهداف هذه. عندك إيش يعني من مجالات؟ عندك الأهداف على المستوى الشخصي، الأهداف على المستوى الاجتماعي، الأهداف على المستوى العلمي، الأهداف على المستوى الثقافي، الأهداف على يعني قسمها على مستويات معينة. طيب، أنا إحنا طبعا في التخطيط الشخصي ما زال معانا، لا أريد أن أسهب في هذه النقطة، لأنه معانا وحدة اسمها التخطيط الشخصي، وأنا إن شاء الله يعني هي وحدة مهمة جدا، وحندخل فيها بالتفصيل كيف نحدد أهدافنا وكيف كذا، فما فيش داعي إننا أتعمق في هذه النقطة. طيب، بس واحدة ثانية، أن المقاومة العملية لمشاعر الإحباط. هذه مسألة المقاومة العملية لمشاعر الإحباط والسلبية الداخلية ولا الخارجية نقطة في غاية الأهمية. ما تجعل نفسك تدمر ذاتك، ما تجعل ذاتك تدمر ذاتك، ما تجعل نفسك تدمر نفسك، ما تجعل مشاعر الإحباط والسلبية اللي عندك تقلل من شأنك. أن يسموها الجواذب النفسية أو الجواذب الأرضية التي تجذبك نحو الأرض، أن تريد تقفز وهي تجذبك نحو الأرض. فهذه المشاعر الإحباط ومشاعر السلبية لابد أن تقاومها، دائما قاومها. إحنا ما بنتكلمش كلام هذا اللي يسموه إيش حق التنمية البشرية، ما بنتكلمش كلام التنمية البشرية الآن، إحنا بنتكلم بواقع يا شباب. إحنا ما بنتكلمش إنه أصرخ وأقول أننا ما أدري، لا، إحنا ما بنقول لكم صرخوا ولا بنقول لكم شيء، لكن هذه لابد أنك تقاوم، تخلق مقاومة عملية لمشاعر الإحباط. يعني واعتقد ان هذه في يد كل واحد، وانا كما قلت لكم يعني سبحان الله خلال هذه الايام وما بشوفه في هذه الاحداث الاخيره، اشوف كيف الناس هذه كيف صنعوا من الاشياء المحبطه التي تحبط الانسان الى اشياء، بيواجه هذا الموت وهو بابتسامه، بيواجه هذا الانكسار اللي يكسر جبال وممكن يحطم يعني الصخور العاتية وما تستطيع تحطم نفسية هذا الإنسان. إيش هذا العظمة؟ إيش هذا الجبروت؟ إيش هذا الكبرياء؟ إيش هذا مش الكبر، الكبرياء، ها، الكبرياء. إيش هذا الصمود؟ إيش هذه القوة؟ إيش هذا النفسية؟ يعني شخصية استثنائية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فلذلك هذه المقاومة العملية لابد أن تظل معك دائما. تأتي مشاعر محبطة بعض الأحيان ما تستسلمش لها، you should come over it، لابد أنك تحلها، لابد أنك تقفز عليها، لابد أنك كذا وتجرب شيء جديد وتنطلق. ودائما أنه الصباحات الجديدة هي بشريات جديدة ليوم جديد ويوم سعيد ولإطلالة جديدة ولإطلالة سعيدة، ودائما هكذا الإنسان يتجدد ودائما ينظر إلى المستقبل بالبشرى. لأنه يعني كيف الإنسان أن يشعر بالإحباط ومعه الله؟ كيف يشعر بالانكسار ومعه يعني ومعه الله سبحانه وتعالى؟ كيف يشعر بهذه المشاعر الكذا وعند الله سبحانه وتعالى؟ لا، أبدا. المؤمن دائما ذلك الشخص القوي، المؤمن ذلك الشخص
رابط الجأش، ذلك الشخص الذي يتحلى دائما بالثبات ويتحلى بمشاعر الإيجابية والمبادرة. طيب، استثمار الفرص المتعددة، وهذا كمان عشان نشرحه في التدريب في التخطيط الشخصي، إنه كيف الحياة تمنح فرص وكيف إنك تستثمر هذه الفرص. التدريب واكتساب المهارات كما ذكرنا، دائما لابد أن تكتسب مهارة جديدة، لابد أن تدرب نفسك، لابد أنك تمنح نفسك فرص للنمو، فرص للتقدم. ويعني الإنسان ما يشتش يشرح عن ذاته، لأنه يعني جربنا مثل هذه القضايا ووصلها الإنسان وشاف نفسه كيف كان بالأمس وشاف نفسه كيف اليوم وإيش الأشياء هذه اللي هو قادم عليها في قادم الأيام. فالإنسان دائما كيف يدرب نفسه يكتسب مهارة جديدة. اجعل القراءة عادة في حياتك. أنا أوصيكم يا شباب بالقراءة، لابد أن تقرأ يوميا. خليك من بس قراءة المنهج، يعني أنت أو القراءة المنهجية هذه مهمة جدا غاية في الأهمية، لكن اجعل لنفسك يعني هكذا وقت إنك تقرأ. هذه القراءة لابد. أنا أستغرب من المجتمعات هذه، حتى عندنا هنا الصينيين ولا يعني يطلع حتى فوق القطار والكتاب في يده، تجد الآخرين جالسين يلعبوا بالتلفونات ولا كذا وكذا، وبعضهم والكتاب في يده يقرأ. خلي علاقتك بالقراءة علاقة قوية جدا، علاقة يعني لا يمكن أن تنفصل عنك. يوميا اعمل لك مجال إنك تقرأ، تمام؟ القراءة هذه تخلق لك عوالم جديدة، القراءة هذه تغذي فكرك، القراءة هذه تغير عندك أنماط حياة معينة، تخلق لك أجواء جديدة، تخلق لك كذا. فهذه شيء مهم. استمر في التعلم، تعلم لغات وثقافات إيش جديدة. طيب، المرحلة الخامسة تقويم متابعة الذات. هذه إنه لابد إنه تحتاج إنه عملية تقييم بنائية دائما، كيف تعدل، كيف تصحح، كيف تصلح الأخطاء خطوة بخطوة، لحظة بلحظة، كيف تعمل عملية تصحيح لمسارك الشخصي، كيف تتحلى بالصبر. من أشكال الصبر هذا إنك تتحمل المعاناة. تطوير الذات ما هيش عملية رحلة، يعني رحلة ممتعة هكذا، لا، فيها صبر وفيها مصابرة وفيها مجاهدة وفيها نضال وفيها تحمل مصاعب وفيها تحمل مشاق، لا، حتى يعني تصبح هذه المعاناة تصبح إيش يعني ممارسة تهواها وممارسة تقبلها وممارسة تعشقها وممارسة تأنس بها وممارسة يعني مرتبطة بإنجازك ومرتبطة بإيش بذاتك. القدرة على تحمل الكلمات السلبية والمحبطة من الآخرين دون إبداء أي رد، تمام؟ يعني ما لو ما يأخذ يعني كلمات سلبية أو كذا، دائما ما يحبطش منها، أو يجعل الآخرين هم اللي يقيموه، أو لهم في يده في يد في أيديهم نجاحه وفي أيديهم إيش رسوبه. لا، هذا لابد أنك تتحمل الكلمة هذه وتعتبرها إيش يعني تستفيد إذا فيها نوع من إذا هي موجودة فيك تصحح وتعدل، وإذا مش موجودة فيك خلاص تجاهلها. القدرة على تجاوز العوائق ومصادر التعب من أجل تحقيق الأهداف. طيب، وصلنا إلى منتهى حلقتنا لهذا اليوم، جلستنا، وقد طولنا عليكم. فإذا عندكم سؤال أو استفسار تفضلوا. هل أقدر أستغني عن قراءة الكتب مثلا في المقاطع الصوتية؟ مثلا بدل إني ما أقرأ كتاب الأب الفقير والأب تسمعي الغني، قراءة؟ أسمع صوت. تمام. أنا أعمل مثلك بعض الأحيان، أسمع الكتب لكنها ليست كافية. ليش؟ لأنه في السماع واحد بيسمع بس، يعني بيشغل واحدة من الأدوات اللي هي أدوات يعني من الحواس، لكن في القراءة بتشغلي أكثر من حاسية. أول حاجة حاسة العين بتشوف الشيء، والعقل نفسه في نفس اللحظة بيقسم، لكن في السماع هو واحد بعض الأحيان بيسمع والعقل ربما يشرد، تمام؟ في القراءة أنا أعتقد إنه أنا ممكن أسمع بعض الأحيان إذا ما جتش فرصة لأن واحد يقرأ يعني حقيقة وما حصلش وقت فعلا يقرأ، لابد إنه يسمع. فأنا معك إنه، لكن لا، ليست بديلة للقراءة. ما أنا أوصيك إنك تسمعي، تمام، ممتاز، وحافظي على هذا النقطة، لكن أوصيك كمان يكون عندك علاقة بالكتاب،
كن هكذا في نوع من العلاقة. الكتاب هذا وخير جليس في الزمان كتابه، تمام؟ خلي أحسن جليس عندك في الزمان الكتاب. الكتاب يعني ما يؤذيك، الكتاب أبدا ما يجرحك أبدا، الكتاب ما ي... ها أيوة مش يعني خير جليس. الله يعطيك العافية. طيب أي سؤال أي دكتور، استفسار؟ دكتور بعد ها نفس البودكاست، هل الأيام يعني ياخذونها بديل بدال الكتب؟ اللي الكورسات، لا البودكاست اللي يكون فيها. البودكاست ايوه، هو شوف البودكاست، انا البودكاست هذا اللي النقاشات مع بعض الخبراء وبعض الناس، صح؟ إيه ايوه، هذا كمان واحد يتعلم من خبرات الاخرين وتجاربهم، لكن في الاخير ما بتكون لك تجربه ذاتيه لنفسك، لكن انا ممكن اتعلم من تجاربهم، وهذا شيء مهم جدا. انا احضر بودكاست، انا بعض الاحيان كمان بحضر بودكاست، يعني خاصة في بودكاست فنجان، يعني في بعض الشخصيات اللي بيستضيفها بيكونوا كويسين وكذا، مش كل الناس، لكن بعض الحلقات المعينة بنشوفها في بعض ال نصحنا دكتور، ها نصحنا من الناس اللي تسمع لهم. يعني قلت لك، يعني مثلا ان شاء الله خلاص راح احضر لك للاسبوع القادم اشياء من هذا الجوانب، ايش اللي تشتي اسمع لهم كذا، ممكن اكلمك. يعطيك العافية دكتور، بس مشكور والله. اقول لك كمان مش بديل للكتاب، تمام؟ خليني اقول لك اسمعي بودكاست، اسمعي كتاب، يعني كتاب مقروء، اسمعي كل شيء، وكمان تجعلي الكتاب دائما، يعني دائما رفيقك، تجعليه عندك في غرفة النوم، عندك في غرفة المعيشة، جنبك، رفيقك في الشنطة، اطرحيه في الشنطة دائما، حصلتي وقتها كذا تقرأي فيه، لأنه مهم العلاقة، أن يكون عندنا علاقة بالكتاب، بالكتاب، تمام؟ إن شاء الله. الله يعطيك العافية. يعطيك العافية دكتور، ما قصرت. يا نراكم. دكتور سؤال، أي تفضل. الحين هذه المهارة هل إنه لازم نطورها أو إنها تكون موجودة في نفسنا؟ المهارة أنك تطوريها، تمام؟ أي حاجة يمكن أن تكتسب، تمام؟ أي شيء يمكن أن يكتسب، والاكتساب، طريقة الاكتساب هذه عن طريق التعلم، تمام؟ المهارات دائما هي يمكن أن تكتسب، واضح؟ تجد الإنسان واحد مثلا كما قلت لك، مثلا مهارة يعني إنه واحد، حتى عندنا مهارة إنه واحد مثلا هذا يعني إدارة الحوار، ممكن الواحد يكتسبها، تمام؟ ممكن مهارة إنه يتعلم لغة جديدة، ممكن يكتسبها، تمام؟ المهارات ما يخلقش الإنسان عنده لغة، صح ولا لا؟ شوفي الطفل لو خلق هكذا وما حد تكلم معه، ولو عنده القدرات الكاملة إنه يتعلم لغة وما حد تكلم معه، يطلع مثله مثل الأعجم، صح ولا لا؟ لكن عندما البيئة تتكلم معه، والناس من حوله يتكلم معه، ويتعلم كل يوم كلمة، ويتعلم كيف تنطق وكيف كذا كذا، فيتعلم. فإذا حتى اللغة وهي يعني لا تخلق مع الإنسان، لكنه يتعلمها، وإذا لم يتعلمها وتركها كذا من غير ما يتعلمها، ممكن يصبح أعجم، صح ولا لا؟ فإذا هذه المهارات تعلم، يعني يمكن أن يتعلمها الإنسان، تمام؟ حتى السلوكية، حتى السلوك، ما فيش حاجة تقف أمام الإنسان. بعد إذنك يا دكتور، تفضل. أنا بستغل إن إحنا خلصنا المحاضرة حق اليوم، كان عندي سؤال أيوه. المحاضرة السابقة. أوكي. أنا لما جيت قرأت الكتاب قبل ما أحضر المحاضرة حقك السابقة، ووصلت لنقطة اللي هي أنماط الشخصية القيادية، اللي هي الثلاثة، الأوتوقراطية والديمقراطية والحر. وسميت النمط الثالث، جبت له اسم ممتاز حتى أفضل من الاسم اللي هو الحر، ايوه أفضل من المتسيب. نعم، أنا فهمت إنه إيش، إن هذه ثلاثة أنماط وربطتها بالإدارة لما أنت ذكرت إنه ضروري ما يكون في توازن. اوكي أنا ربطت إنه هذه الثلاثة الأنماط لابد ما تتوفر تقريبا في كل قائد، بحيث إنه يتحكم متى يظهر يطغى نمط على نمط، لأنه أحيانا القائد يحتاج إنه يكون حازم في نقطة، ويكون يسمح مثلا لبعض المرؤوسين من تحتها زي ما ذكرتهم انت اللي هم قياده الصف الثاني، في
في بعض الأحيان يسمح لهم أنهم يكونوا أحرار ويراقب من بعيد يشوف إيش بيسووا. أحيانا بيضطر أن يكون أوتوقراطي في بعض الأوقات كما ذكرت أنت اللي هي وقت الأزمات، وأحيانا قد ممكن أنه يسمح أنه يلغى النمط الديمقراطي. فأنا فهمت أنه إيش أن هذا الثلاثة الأنماط لابد أنه ما يكون القائد المتمرس أنه يعرف متى يقدم نمط ومتى يأخر نمط بنسب معينة. ولكن لما جيت حضرت معك المحاضرة فهمت أنه كل نمط يتخصص فيه قائد، أو كل نمط يعتبر شخصية مستقلة للقائد مستقل. لا بالعكس، أنا أؤيد نظرتك تماماً، يعني هذا النظرة الحقيقية. يعني سموا لذلك في حاجة يسموها القيادة الموقفية. القيادة الموقفية أنه حسب الموقف تتعامل، حسب الموقف كما أفدت أنت، في موقف معين يمكن أن أكون فيه أبدي نوع من الثيوقراطية، أنه يحتاجني أن أنا أوجه أمر وأوجه كذا وكذا، هذا تمام. فيسموها الإدارة الموقفية، حسب كل موقف يظهر النمط المناسب له. تمام، أنا أعيدك في هذا الكلام، ما فيش عليه غبار يعني. بس بعض الأحيان بعض الناس عنده هذا النمط أنه ديمقراطي على طول الخط، تمام، وفي ثيوقراطي على طول الخط، في نمط حر على طول الخط، تمام. لكن الشخصية القيادية المتميزة والمتمرسة هو ذلك الشخص الذي يستخدم النمط المناسب في الموقف المناسب. متفقين على هذا؟ تمام، النمط المناسب. عايزينك يا استاذ رجع الصفحة الأخيرة. أي صفحة أخيرة؟ حق الذات. أوكي، هذه إيه. أنت شكرا لك يا دكتور. باقي نقطة ذكرتها أيضا من المحاضرة الأولى، أنه النمط الأوتوقراطي هو الذي يمرر الصلاحيات. ما أدري هل أنه التبس علينا للشرح أو شيء. أنا أعرف الأوتوقراطي أنه يكون متحكم ويكون مرجعية داخلية ومركزية ذاتية مطلقة. أيوة هذا هو. هو ما يمرر الصلاحيات ولا. أنا اليوم طبعا شفت بس التسجيل، لما جيت شفت أمس شفت أنه ذكرت، ما أدري هل أنا ما فهمت ما أدريش. لكن هو كلامك صحيح أنه الثيوقراطي ذلك الشخص اللي بيجعل نفسه هو المرجعية الأساسية والمرجعية الرئيسية وصاحب القرار الأوحد، صاحب القرار اللي حتى لو استشار الناس بيستشيرهم بس من باب النواش الإعلام، لكن يكون هو قد اتخذ القرار نفسه يعني. فهمت علي؟ هذا الشخصية الثيوقراطية، ما بيمنحش للآخرين فرصة أنه يشاركوه القرار، يشاركوه المسؤولية، يشاركوه يعني في مسألة أنه يتخذوا معه القرار أو يشاركوا في مسألة القرار، في هذا القرار. تمام، شكرا لك على أكرمكم الله، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونراكم إن شاء الله في اللقاء القادم.